بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى الدكة. اختتمت هذا المساء مباريات الجولة الثانية من دوري عمان تيل، حيث سجل ظفار هدفين في مرمى جاره مرباط ليعتلي صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، وباعثا الثقة في نفوس محبي ومتابعي مع بداية مشوار الدوري. وفي السادس التقى مسقط وجاره نادي عمان، وانتهت هذه المباراة بفوز مسقط بهدف دون مقابل. وفي ولاية بريمي التقى النهضة بضيف السويق حامل اللقب، وانتهت بهدف واحد لكل فريق. هكذا انتهت المحطة الثانية من دورينا، ولم تكشف أغلب الفرق عن مستواها الحقيقي بانتظار الجولة الثالثة يومي الخميس والجمعة القادمين، قبل أن يتوقف بعدها الدوري أسبوعين، حيث سيغادر المنتخب الوطني إلى الأردن لإقامة معسكر خارجي في بداية التحضير لكأس آسيا. في حلقة الليلة من الدكة سنتوقف وياكم مع هذه العناوين. ظفار يقفز إلى صدارة دوري عمان تيل بفوزه الصريح على مرباط بهدفين دون مقابل. النهضة والسويق يرتضيان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، والمستفيد الفريق الأصفر. وفي ديربي العاصمة غير الجماهيري، نادي مسقط يتجاوز جاره نادي عمان بفوزه عليه بهدف نظيف. حياكم الله مشاهدينا الكرام. 3 مباريات كانت خاتمة الجولة الثانية من دوري عمان تيل. 3 مباريات أقيمت في صلالة، مسقط والبريمي، كانت نتائجها على النحو التالي. المباريات بطبيعة الحال نقلت مباشرة عبر قناة عمان مباشر وأيضا القناة الرياضية. ظفار تفوق على جار مرباط بهدفين دون مقابل، هو في مقدمة الدوري مع نهاية هذه الجولة. مسقط يكسب أول 3 نقاط على حساب جار نادي عمان، والنهضة والسويق هو التعادل الثاني للنهضة والنقطة الرابعة للسويق. مع نهاية هذه الجولة الثانية هكذا هو جدول الترتيب الذي بدأ يتضح شيئا فشيئا. ظفار في مقدمة الفرق ب6 نقاط بعد فوزين متتاليين، النصر ب4 نقاط، وكذا الحال لصحار والسويق، أندية الشباب، مرباط، العروبة، مسقط والرستاق ب3 نقاط لكل منهما، نقطتين لصور والنهضة، ومجيس بنقطة واحدة. بعد نهاية الجولة الثانية نادي عمان، نادي صحم لم يسجل أو لم يحقق أي نقطة حتى الآن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ورحب بأعضاء فريق الدكة في هذه الأمسية. هلال المخيني، مساك الله بالخير يا ابو حمد. حياك الله بخير. حياك الله ابو صقر، شو الكشخ اليوم حبيبي، مساك الله بالخير ايضا. الله بالخير ابو خالد. حياك الله. صالح البارحي مساء الخير. مساء النور يا ابو خالد، اهلا بك. حياكم. الله يسلمك. ابو حمد مساك الله بالخير. مساء الخير ابو خالد. حياك الله. هلا. هلال المخيني 17 هدف في الجوله، 3 مباريات، اعتقد استمر الحال، ما في اقناع كبير الى حد ما ظفار قبل ما ندخل في التفاصيل. نعم، يعني كنسبه تهديف مقبوله في وجهة نظري، ولكن كمستوى عام للمباريات غير مقبول، لأنه لاحظنا معظم المباريات ما تلاحظ هذاك العمل المميز أو المباراة أو المردود اللي يشدك أنت كمتابع كعطاء فني في أرضية الملعب. لاحظنا في نتائج متغلبة، لاحظنا بعض الفرق اعتمدت على أسلوب الفردي أكثر من الجماعي، خاصة في هذه الجولة. فلاحظنا أنه نفس الشيء، الأخطاء الفردية ساهمت في خسارة بعض الفرق في هذه الجولة. الحصيلة مثل ما ذكرت أبو خالد، يعني كحصيلة أهداف جيدة، ولكن للأسف إنه كمردود فني ممكن مباراتين، مباراة صور والنصر على حسب ما كان لنا اتصال، وإنه مباراة كانت نعم. وبالنسبة لظفار اللي هو لا زال يغرد يعني بمستوى وبثبات في المستوى، إنما بقية الفرق يعني تحسب لهم كنتائج، يعني للرستاق تحسب كنتيجة خارج أرضه، السويق اليوم نفس الشيء تحسب له كنتيجة، حتى لو إنه بالتعادل أمام النهضة تحسب له، لأنه النهضة كان لو فاز اليوم ممكن يكون في المركز الثالث. فهذه كلها نعم، هذه كلها عوامل ساعدت بعض الفرق، وللأسف بعض الفرق ما استغلت كثير من الجوانب، خاصة اللي لعبت على أرضها وسط جماهيرها. بصقر يعني 17 هدف أقل بهدفين من الجولة الأولى، لكن المؤشر الجيد على الأقل الآن إلى الآن في دورينا بعد 14 مباراة أن ما في مباراة انتهت بنتيجة سلبية. بالفعل أبو خالد، بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي كل اللي يتابعونا في هذه اللحظة، وأيضا نمسي بالخير على زملائي في الاستوديو. حقيقة
مثل ما تفضلت انه لا توجد اي نتيجه سلبيه حتى الان خلال الاسبوعين اللي الاسبوع الاول من الدوري وهذا الاسبوع. لكن ابو خالد انا يمكن يعني ما زلت اعد كلامي يعني من خلال ملاحظاتي دونت في مذكرتي المتواضعه انه هناك اخطاء يرتكبها الحراس، هناك ايضا بعض الاخطاء الطفيفه بالنسبه للتحكيم في المباريات، وهي بوجهه نظر شخصيه افضل بكثير من المواسم السابقه، واعتقد انه الحكام استفادوا كثيرا من المعسكر الخارجي في تونس حقيقه المعسكر الاخير، ومن الملاحظات الموجوده في المعسكر سواء كان على الجانب البدني او ايضا من الناحيه النظريه. بالنسبه للفرق لم نتفاجئ، يعني يمكن الجميع كل زملائنا اكدوا انه ظفار والنصر هم الفريقين اللي الان موجودين في الصداره، وخصوصا فريق ظفار اللي يعتلي الصداره بست نقاط كامله من مباراتين. ظهورهم خصوصا ظفار ما كان مفاجئ، يعني الفريق على ضوء الانتدابات اللاعبين الموجودين فيه، المعسكر الخارجي اللي استفاد منه، ايضا الانسجام بين اللاعبين، والدليل على ذلك ايضا مباراه اليوم، يعني مباراه حصل على النقاط الثلاثه فيها بكل سهوله بدون ان يعني ما يعني انا توقعت انه مثلا مرباط ربما مباراه الجارين تكون شويه اصعب، لكن فارق الخبره فارق الامكانيات كان واضح جدا في هذه المباراه. نعم بنجي للتفاصيل بعد شوي طبعا. ايضا بالنسبه للاعبين اذا ما قارنا بين المحترفين الاجانب وبين اللاعبين المواطنين، انا اشوف انه في مواسم ماضيه بالنسبه لي كان هناك لاعبين اجانب يصنعوا لك الفارق، اسماء كثيره يعني خلال المواسم الفائته القليله، يعني ما اقول اربع مواسم ثلاث مواسم خمس مواسم طافت كان هناك طيب في مهاجمين، يعني الان بعد جولتين صعب ولاعبين انك تحكم على الجانب. الان يمكن مستوى اللاعبين الاجانب باستثناء مثلا عدي القره، يعني بصراحه لاعب عمل اضافه كبيره، اعتقد هو لاعب جيد، ايضا ربما في نادي الشباب ايضا عمرو جنيات يعمل الاضافه مع الفريق، وهناك بعض اللاعبين فيليب في نادي الرستاق، لكن كمحصله عامه اتمنى ان نشاهد ارنست عفوا مع الشباب ايضا لاعب متميز، نتمنى ان نشوف لاعبين بمستوى اعلى واكبر في طيب. الجولات المقبله. بالنسبه للاعبين المحليين اعتقد انه بعضهم يعني اظهر مهارات ومستويات كبيره، وايضا بعث بمسج او رسائل الى الكابتن مهنا اللي حقيقة موجود دائما في استاد السيب لمتابعة كل اللاعبين، يعني مثلا خالد اليعقوبي، أحمد البريكي، لاعبين شباب أظهروا إمكانيات جيدة في المباريات اللي شاهدناها خلال طيب. هذا الأسبوع والأسبوع اللي قبله. طيب محمد تعليق أخير قبل ما ندخل في التفاصيل، أعتقد يعني ما في مباراة سلبية مؤشر جيد، كل مباريات فيها أهداف مؤشر جيد، قد يكون مؤشر سلبي والله، يعني انا يعني الجمهور يبغى الاهداف المتابعين طبعا القصد ايش؟ انه كل الفرق دخل في فيهم يعني اهداف، وهذا يدل على انه اغلب الفرق تحديدا وافضلهم ظفار تسجل عليه في الجوله الاولى. على فكره عمان اللي ما سجل، حتى لو ترجع تشوف الهدف اللي تسجل على ظفار، الفريق الهدف الوحيد اللي تسجل عليه كان خطا دفاعي واضح، دليل على عدم استعداد الفرق بالشكل المكتمل 100%، يعني ما في حد الكمال لله تعالى، ولكن الاكتمال الجانب البدني والتكتيكي والوقت المناسب للمدربين اللي قضوه مع الفرق اعتقد هو ما كان موجود. نسبه التهديف مثل ما تفضلت ابو خالد انا اعتقد انها منطقيه، يمكن بين مباريات امس الاربعه وبين مباريات الثلاثه اليوم الفارق كبير، لان المعدل هناك ثلاث مباريات ثلاث اهداف في كل مباراه، بينما المعدل اليوم هدف ونص في كل مباراة 1.6 تحديدا، لكن يعني هذا ما انا في اعتقادي يعني جيد ما طبيعي كبير طبيعي لا طبيعي ما تاخذه بانه مؤشر ايجابي، يعني انا قلت لك ما بالضروره يكون مؤشر ايجابي، انا اعتقد مع مرور الوقت راح تكون ايجابيه افضل، يعني احنا سمينا الثلاث مباريات من الثلاث جولات الاولى لكل فريق كانها فتره اعداد، يعني وفي اعتقادي هي اصلا وقيمت فعلا هذه المباريات للاعداد الاعداد ايش؟ المنتخب الوطني، كان قرار من المدرب المنتخب الوطني اني انا اريد مباريات قبل معسكر الاردن، وهذا كان دليل واضح
والدليل الأندية كلها تحديدا أو ما كلها خلنا نقول أغلبها ما مستعد كان لتجمع قبل أسبوع لتجمع قبل 10 أيام. فاللي قاعدين نشوفه نقول برافو على اللاعبين صراحة أبو خالد، لأن في بعض اللاعبين أيضا لما تحسبها على الورقة والقلم ما ارتاحوا، يعني في لاعبين طلعوا من الدوري العام الماضي شاركوا مع مؤسساتهم العسكرية في بطولات استعدادية مباريات إعدادية تحديدا ومعسكرات، ومن ثم شاركوا في البطولة العسكرية، التحقوا مباشرة بعد البطولة مباشرة إلى أنديتهم، بالتالي هذا اللاعبين مرتاحوا متواصلين أيضا. وأنا خاف أن هذا يكون أيضا حتى مؤشر غير جيد بالنسبة للاعبين المنتخب الوطني اللي راح يكونوا مع المنتخب الوطني في نهايات آسيا. وأتمنى إن شاء الله أن يعني الظروف تخدم المنتخب، تكون إيجابي إن شاء الله، لأن كل الثلاث جولات هذه يفترض أن الخلاصة اللاعبين، أنا ما أعتقد يمكن ما أتفق مع أبو صقر في جزية أن اللاعبين بيبينوا الحين اليوم لما يبين لاعب قد يكون الطرف الآخر أيضا ضعيف، يعني عنده ضعف، ما في منافسة متكافئة بارك الله فيك. لكن مش كلامه فعلا، في بعض اللاعبين ممكن تحط الأنظار عليهم لكن ما تقول خلاص أنا ذا اللاعب زين بخذ اليوم، لا، لأن أنا أعتقد بيكون قرار كذا متسرع إلى حد معين أو متعجل تحديدا. طيب احنا طبعا بنتكلم في المحور الأول على المباريات الثلاث اللي أقيمت هذا المساء في ختام الجولة الثانية، بعد ذلك في النصف الثاني من الحلقة سنفتح عدة مواضيع متعلقة بأحداث دورينا، ما يتعلق بدخول الجماهير وما حدث ليلة أمس في مباراة الصحار والصحم وجلوس رئيس نادي الصحم في المدرجات والتحفظ النادي على عدة أمور كانت في تلك المباراة، وأيضا مواضيع أخرى متعلقة بالأندية والرابطة. صالح عبدالله، إذن الكلام معك فيما يتعلق بالمباراة الأولى، ظفار يواصل مشوار الفوز الثاني على التوالي، هدفين في مرمى مرباط، هذه المرة 6 نقاط في حصيلة الزعيم مع نهاية الجولة الثانية يعتلي فيها صدارة جدول الترتيب. مباراة أقيمت في أجواء جميلة هناك في محافظة ظفار، وكان الضباب يعني كثيفا، ومشهد يمكن لم نعهد في دورينا منذ سنوات طويلة على اعتبار الدوري يقيم في هذه الفترة، والجو الجميل مستمر هناك في محافظة ظفار. ثنائية لظفار 3 نقاط، مشوار يتواصل لظفار. بسم الله الرحمن الرحيم، نمسي عليكم وعلى المشاهدين الكرام. أبو خالد، نبارك لظفار طبعا الفوز، فوز مستحق، ونقول هارد لك لمرباط. ظفار أبو خالد أعتقد يستحق الفوز عطفا على الكثير من الجوانب الإيجابية اللي قدمها الفريق اليوم. ظفار اليوم فريق متكامل للأمانة، يعني ما عنده أي نقص في أي خط من الخطوط، يفترض أن يكون هو الطرف الأفضل في المباراة عطفا على جوانب سلبية أخرى صاحبة مسيرة إعداد فريق مرباط، وكمان ذكرناها أبو خالد في حلقات سابقة، تأخر الإعداد، تأخر التعاقد مع المدرب محمد عظيمة، فبالتالي أعتقد أن المقارنة بتكون ظالمة بين استعدادات نادي ظفار سواء من خلال المعسكر الخارجي أو حتى الأسماء الموجودة في الملعب. أبو خالد، أبو خالد الموسم الماضي تكلمت أنا تحديدا وذكرت أن ما في فريق خط دفاع يلعب بداخل ال 18 ويكسب مباراة، أعتقد أبو حمد أنت تتذكر، ما في فريق خط دفاع متراجع ويلعب مع حارس مرمى يكسب أي مباراة. السنة الوضع تغير تماما في نادي ظفار. اليوم لما تتابع المباراة تشوف محمد المسلم وعبد السلام عامر يلعب عند دائرة المنتصف، والمسلم يسجل إذا أبو خالد دائما إذا تريد أنت تبتعد عن الأخطاء القاتلة، ليش نسميها أخطاء قاتلة؟ لأن تكون مشتركة وسادية لما تكون داخل منطقة الجزاء. أبو حمد طبعا المدرب، أنت ترتكب خطأ الهدف. اليوم محمد المسلم ما شاء الله مطلع الفريق فوق، وعبد السلام عامر تلاقي فريق ظفار ضاغط بأكمله على فريق نادي مرباط في ملعبه، وهذا الشيء خلانا ما نشوف بلال بلوشي أصلا إلا نادرا في بعض المباريات، في بعض الدقائق المباراة. الشيء الإضافي الآخر أبو خالد، تنوع الحلول في نادي ظفار هذا الموسم، الموسم الماضي تذكرون ما كان عنده لاعب يسدد من خارج منطقة الجزاء، اليوم نحن نشاهد حارب السعدي ما شاء الله يسدد، نشاهد محمد المعشر يسدد، نشاهد المنذر العلوي يسدد، نشاهد المسلم يسدد. إذا هذا حل من حلول تسجيل الأهداف. كم شاهدنا كم لعبة على البوسعيدي، نعم على البوسعيدي. أضف إلى ذلك أبو خالد التمرير الطولي، اليوم لما تشوف عبد السلام عامر يلعب لك كرة في العمق بانفراد، هذا أقصر طريق للمرمى، هذا حل من الحلول. العرضيات اليوم شاهدت باسل الرواحي بصراحة في الجانب الهجومي
10 عملوا مباراة جميلة اليوم صراحة للأمانة. اليوم علي سالم وباسل رواحي عملوا مباراة عطوا الكثير من الحلول، يتكلم عن الكثير من الحلول اليوم. أضف إلى ذلك أبو خالد هجوم من الأطراف مثل ما ذكرت قبل شوي، أعتقد إن والعرضيات أعتقد إن هذا نتكلم عن فريق متكامل عنده مفاتيح لعب. على أبو سعيد معتز صالح اليوم قدم لنا معتز صالح نفسه كلاعب خلف المهاجمين بالتمرير الطولي، أعتقد إن اليوم ما شاء الله. حتى أنا تواصلت مع والدي الكابتن صالح عبد ربه وقلت له اليوم معتز كشف عن نفسه بصراحة، يعني التمرير البيني الطولي بين المدافعين أعتقد كان وايد جيد. 10/10 على أبو سعيد، 10/10 معتز صالح تحديدا، يمكن أكثر لاعب جرى في الملعب اليوم معتز صالح بالإضافة إلى علي سالم. جماهير الظفار اليوم أبو خالد أعتقد أنها ساعدت الفريق اليوم، حسينا بقيمة يعني واضح أن الجماهير واثقة أكثر في فريق. نعم أبو خالد اليوم حسينا بقيمة جماهير تعطي ردة فعل إيجابية لفريق عمل كل شيء، أو مجلس إدارة عمل كل شيء. مجلس إدارة سهل كل الأمور، تعاقدات على أعلى مستوى، تجهيز الفريق، كل شيء موجود. فبالتالي يا جماهير نادي الظفار احنا نريد نشوفكم اليوم. الفريق الجماهير الظفار كانوا مساندين بشكل إيجابي جدا وساهموا بشكل أو بآخر في الفوز. حتى جماهير المباط بصراحة كانوا عاملين شغل كويس. أبو خالد مرباط، لعب مرباط هو دخول المباراة بنفس سيناريو الموسم الماضي، مباراة ظفار تحديدا العصبية الزايدة، يعني داخلين المباراة بشحن كبير. اليوم محمد ربيع كان يعني بصراحة يعني تحس ما كان عندي لاعب خبر، يعني محمد ربيع اليوم كان ممكن ينطرد في أي لحظة، يعني لاعب فاقد حتى التركيز في الملعب وبالتالي كان يتعمد العصبية. كذلك طرد سولا الأجنبي، طرد سولا. الفريق أقول لك أبو خالد نفس الموسم الماضي، ذكر 4-0 مرباط داخل بشحن على اعتبارني واجه ظفار، على اعتبارني ديربي وإلى آخره، لكن ما أعطى يعني نفس التفكير في فارق الإمكانيات بين فريق بين اللاعبين وبين الفريق، لذلك خسر مرباط اليوم المباراة. أستغرب أبو خالد المدرب ظفار، لازلت أكرر بأن فوز ظفار اليوم هي قدرات لاعبين، يعني ما في أي شيء جديد بالنسبة للفريق. قدرات لاعبين داخل الملعب، فريق متكامل، يمكن ربما 90% لاعبي منتخب، ما شاهد أي شيء أسلوب واضح من المدرب. نفس اللاعبين في وسط الملعب، نفس اللاعبين في الهجوم، نفس اللاعبين في الدفاع، هي قدرات لاعبين. مثل ما ذكرت في مباراة الصحم، نعم فاز الفريق لكن لا زال قدرات لاعبين. اليوم أبو خالد استغرب أنا لما أنت فايز 2-0، فريق قدامك متأخر، عندي لاعبين مصابين راجعين من إصابة، هل أنا أدفع بحاتم حاتم الروشدي في الدقيقة 89؟ إيش من دقائق بيلعب حاتم الروشدي في مباراة أنت أصلاً كاسبين 2-0، في مباراة تلعب أمام فريق منقوص، فرصة أنك تقلب قاسم سعيد لاعب راجع من إصابة، فرصة أنك تعطي حاتم الروشدي دقائق أكبر عشان تستفيد من المباراة القادمة. دخل قاسم، لا حاتم دخل بالدقيقة 89، قاسم دخل كان إيه قاسم دخل، لكن أقول لك أعطيه دقائق أكبر، انت كسبان 2-0 وما اخذ المباراه. بس هو يمكن قراءته مختلفه طبعا. لا بس انا بقول لك، لا هو قراءته مختلفه لكن انا وجهه نظر يعني. طيب ما كان لداعي ينزل حاتم ابو خالد دقيقه 89؟ هل انت كمدرب كنت واثق ان الحكم بيعطي 4 دقائق وقت بدل ضايع؟ ما كنت واثق. فرضا الحكم اعطى دقيقه وقت بدل ضايع، ايش استفاد من حاتم هو في الملعب؟ انت تقول يعني ممكن يجرب اللاعبين في بعض يعني لا ممكن لاعب راجع مصاب تعطيه فرصه اكبر، لاعب على الاقل 10 دقائق، لاعب على الاقل ربع ساعه مع مجموعه اسماء ما لعب معهم في الموسم يعني الماضي. لا تبين، وشوف صالح كلامه جزء في كلامه منطقي، يقول لا تبين للفريق الاخر كانك تضيع وقت بدل في الدقيقه 90، كانك تضيع وقت يعني، لانك انت تعرف ان ولا اللاعب قصده يستفيد يعني. انت الفريق المنافس خلاص ناقص ومنهار. لا كلامك صحيح، وانت الفريق رتم اعلى فريق. وقبل هذا ابو حمد، وقبل هذا ابو حمد اللي قصدنا 10 دقائق او 7 دقائق، قبل هذا اللي قصدنا انا حاتم الموسم الماضي مصاب، حاتم راجع من اصابه، حاتم انت محتاج الى صانع لعب. اليوم الفريق نادي ظفار لعب لا صانع لعب باستثناء معتز صالح، اليوم لاعب حارب ومحمد المعشري، وكلنا ندرك امكانيات حارب ومحمد المعشري في 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 وسط الميدان كلاعبي ارتكاز. مرباط ابو خالد ليس يعني مش 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 فريق سيء مرباط، ولكن مرباط فريق مستعجل، يعني اللعيب على مرباط الاستعجال، اللعيب على مرباط ما اقيم الفريق اللي امامي، لذلك انا دائما يكون مرباط مستعجل فيخسر مباريات. حتى مع مسقط فوز على مسقط كان متاخر الفريق،
لكن بعد الطرد وبعد يعني بس في فرق ترى ابو عبد الله. المنافس لا 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 معليش انا ما اتكلم حتى لو تشوف الاهداف ظفار بالمناسبه اخطاء دفاعيه ومن الحارس الثاني صادق ابو حمد. ابو حمد انا قلت لك مرباط ما سيء. انا لا لا ما قصدي كذا، قصدي مرباط مستعجل لما تعمل المقارنه يعني فوز ظفار منطقي جدا. لا لا انا ما قلت ما منطقي فوز مرباط، لكن مش معنى ان نطلب من مرباط اكثر. لا نطلب من ظفار، من مرباط، من ظفار، من مرباط افضل. هو حتى حارس مرباط بعد المباراه شفت الخطأ ماله هو قال يعني احنا واجهنا فريق افضل. لا طبعا لا لا انا اتفق معك من افضل امكانيات افضل منك. انا اتفق معك من افضل وما قلت وما قلت من امكانيات ظفار ولا قلت. انا قلت اني مرباط مش سيء بس مرباط مستعجل، لازم مرباط يعي تماما بان يواجه فريق ظفار مكتمل الصفوف. هذا كلامي انا، كلامي كذا. لا لا كلامك يعني ما مختلفين عليه. مش يعني إن قلت ان ظفار سهل مثلا ومرباط اليوم خسر. لا 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 اقصد لا. لا نحن ما مختلفين على كلامك، لكن ايضا من الجانب الاخر لما تجي تحسب مرباط بين عناصر مرباط وعناصر ظفار في فوارق كبيره فنيه. ما في شك يعني. طبعا انا اقول لك بس انا اقول لك مرباط مش سيء. مرباط يعني ايش كنا نتوقع من مرباط اكثر من كذا في المباراه؟ لا ما نتوقع لان ظروف مرباط واعداد مرباط والتعاقدات مع مرباط متاخره. وهذا اللي اقول لك لا بس انا اقول لك فريق مرباط مش خلي الموسم هذا، الموسم الماضي نفس الاسلوب دخل بمرباط مباراه ظفار وما اعطى فريق ظفار يعني هو احنا لان ما شفنا مباراه مرباط ومسقط ما اعطى فريق ظفار نقارن بينهم يكون اسلوبه مختلف. اسلوبه مختلف ايوه انا العب تلعب مع فريق افضل منك ايوه هذا الكلام. مرباط مستعجل، مرباط لو لعب بنفس امكانياته ولعب بتركيز اكثر ولعب انه ما مستعد يواجه فريق مستعد كان ممكن يكون الوضع ابسط. طيب صالح بس انا في نقطه انت ذكرتها مهمه يعني فضل. ممكن نناقش فيها شويه بسرعه فضل. يعني مثلا ذكرت جزء مهم قلت انه ظفار عنده مشكله نقدت في جوانب معينه فنيه. نعم لا يقول ما يعني ما باين شغل ليش مدرب. احنا ما نقول ظفار افضل من العام الماضي بسبب لا طبعا العام الماضي. الماضي ظفار كان يخسر والاداره اصرت عليه. نعم وخلت المدرب وطلع يمكن حتى الشيخ علي وقال نحن نراهن على المدرب وعلى بقاء المدرب لما نحن تكلمنا كثير. اليوم نحن امس تكلمنا في جزئيه مهمه قلنا هل نريد استحواذ ولا متعه ولا نريد فريق بس يفوز. كان عنده سي في قوي بصراحه. من مدرب نادي ظفر العام الماضي؟ ايوه لا لا اقول لك احنا العام الماضي تكلمنا هنا على كان في نقد كبير على المدرب واداره يعني النادي اداره النادي صارت يعني. مسكت فيه والفريق كان مهدد بالهبوط نعم. لاخر جولتين نعم. صحيح نعم. اليوم الفريق فاز نعم والمباراه اللي قبلها فاز نعم. ايش المفروض يسوي ظفر اكثر من كذا؟ لا ما انا ما اقول لك الحين لا عشان نحن بس نفهم يعني لا 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 الجمهور لا لا ما يطالب الان بكل شيء المفروض الجمهور ما يطالب باستحواذ ولا لا لا لا, لا انا ما اتكلم عن استحواذ يا ابو حمد ركز معي انا ما اتكلم عن استحواذ اتكلم عن المدرب انا اتكلمت عن جزئيه في ان المدرب ابو حمد جاوبني اذا كنت انا اذا كان اللاعب عندك واقف لاصابه فتره طويله وراجع الإصابة تعطيه دقيقة لا لا ما أتكلم عن لا لا بس أنت ذكرت المدرب أنه يعني ما في شغل واضح ما في شغل واضح لا لا أيوة. هذا شو أنا أتكلم عن الجزئية في قدرات لا في وجهة نظري في قدرات لاعبين واضحة في قدرات لاعبين واضحة في الملعب هي اللي أعطت ظفار الشكل الفعلي في المباراة لا بس هذا ما حتى لو في قدرات في مدرب بعد ترى يعطيهم خطط هذا اللاعبين أبو خالد ممكن أي مدرب يقودهم هذا اللاعبين حاليين ممكن أي مدرب يقودهم اي مدرب يقود محمد المسلمي لحظه ابو خالد محمد المسلمي لعب مكان عبد السلام عامر لعب مكان علي السلام لعب مكان ايش التغيير الكبير في الاسماء الموجوده عشان نقول ان في فكر مدرب مثلا الفريق يلعب بنفس اسلوبه عنده حلول حارب نعرف من حتى في نادي السويق كان حارب نعرف انه كيف يلعب وكيف يستد محمد المعشري كذلك بس ابو حمد يختلف يقول لك يختلف لا طبعا يختلف وجهه نظر انا احترم وجهه نظر صالح ولكن اختلف مع في جزئيه اليوم لو نلاحظ في بعض الامور بالنسبه لنادي ظفار تحصل ان المدرب له دور فيها على سبيل المثال علي سالم اكثر من موسم ما كان بهذا المستوى باسل الرواحي في اكثر موسم ما كان الموسم الماضي باسل الرواحي كان عبد السلام يعني عامر الموسم اللي فات كان سيء الموسم اللي فات ظفار كله سيء لا يعني بس انا مش افراد لا في بعض لا مش افراد اسمعني لا خلينا نكمل بعض كمل طيب ما في افراد عبد السلام عامر جالس يقدم عطاء جيد نفس الشيء محمد المعشري العام في عمان ما كان بارز اليوم لا في ظفار فهذا راجع للشغل مين يلعب جنب محمد المعشري حارب حارب يلعب جنب حارب أيوة. وخلفه المسلمي ولكن هو كلاعب هو لعب قبل حارب في 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 الملاعب أوه. في المنتخب هو حتى قبل لكن حارب. لا بس انا في النقطه اللي يقولها صالح ولكن انا اللي بغيت المدرب يعني هل لو جاء مدرب اخر لظفار في شغل للمدرب في شغل للمدرب يعني في تاثير وتاثير ايجابي للمدرب على تشكيل الظفار احنا ما ننتقد اللي قلته ابو عبد الله كلامك علينا على الراس لكن الفكره ان احنا لما نتكلم انا ظفار بالنسبه لي
رائع. يعني انا اقول لك بعد الجوله الثانيه وبعد الجوله الثالثه بقول لك بشكل اكبر هو الفريق اللي بيتوج ببطوله الدوري الاقرب جدا. انت قريتها من البدايه؟ لا الاقرب جدا يعني بقول لك بخالي بس بقول لك ايش تفضل. فريق في الملعب تحس يعني واقف، فريق تحس انه مكتمل. ايش اللي خلاه واقف؟ مدرب. لا اسمح لا له دور مدرب. لا اسمح له موجود في الملعب خليته واقف. ايوه بس عاد العام الماضي صالح ظفار ما عنده اسماء؟ عنده افضل اسماء كانت في الدوري في ظفار. بس انا ذكرت لك الاسباب، ايش الفرق بين الموسم الماضي والموسم الحالي؟ المدرب كان الموسم الحالي في لاعب مثل محمد المسلمي يخلي الفريق كله ضاغط على الفريق، وهذا اللي كان محمد المسلمي يسوي سويق. محمد المعشري من فريق مثل ما تفضلت وقال لك ابو حمد، نعم، من فريق كان مستواه يعني لحد معين نازل، وتجيبه ويظهر بهذا المستوى وتجيب توليفه من عده انديه وتجمعهم والوقت يعني مش طويل جدا يعني. انا في اعتقادي ان نحن صعب الحكم على المدرب من خلال جولتين ثلاث. اتفقنا ان ما نقدر نحكم على اي شيء، لا مدرب ولا فريق ولا مستوى الا بعد ثلاث جولات بارك. لكن انا اقول لك قبل لا اكمل الجوله، بعد الجوله الثانيه الفريق شكله واضح انه بطل دوري صراحة. هو صح، ما حد خالفك هذا الراي. ايوه اذا احنا اتفقنا. لا بس إذا... شارك مع النصر وانت شاركت. ايوه شاركت النصر ما بعد منافسه ابو حمد، لكن على الاقل انت تحكم على بعد جولتين. انا اقول لك بعد جولتين الفريق اقرب ابو حمد، ممكن النصر يكون في مع الوقت ابو حمد افضل، لكن ابو حمد حاليا هو ما حد اختلف معك، ولا اعتقد في واحد يختلف على الطاوله الان ان الفريقين المرشحين للقب النصر وظفار، ما في شيء جديد، اتفقنا كلنا. اذا قلنا غير هذا الشيء ممكن نكون نخالف الواقع. ممكن بنضيف لهم فريق. بنضيف بنضيف فريق او فريقين. زين انت عاد من خمس قايل غير مليون غير. لا اقول لك بنضيف ثلاث فرق بعد الجوله الثالثه. الاولى بعد الثالثه بنقول لك. لا بعد الرابعه. بعد الرابعه انت بعد الرابعه. طيب ابو حمد عندك اي ملاحظه عشان ننتقل للمباراه؟ لان عندنا مواضيع كثيره مثل ما ذكرنا. انا الملاحظه يمكن اخوي صالح غير المباراه بتمعن مباراه الظفار وصالح اعطى بالنقاط يعني. نعم يعني بعض اذا في اضافات حتى مدونها بعض. نعم طبعا اضافه باجيك الحاله مال سوله. طيب مال طرد انت طلبته؟ اي طالبنها هو طالبنها ولكن نشوف نفس الشيء يعني. انا اتمنى ان يتقبلوه اللاعبين لاعبين نادي مرباط كنصيحه بالنسبة لمحمد ربيع وبالنسبة لعامر الشاطري. أيوة. كان اليوم تدخلاتهم فعلا أنا كانت منها كملاحظة يعني مع بداية المباراة يعني كان فيها إيذاء واضح. أنا أتمنى إذا بغوا هم يساعدوا الفريق كفريق مرباط وعامر لاعب يكون أهدى شوي يعني يكون أهدى وأكثر تركيز للمجموعة العصبية. اليوم فعلا محمد كان ظهير رائع جدا في نادي الظفار لما كان عامر صراحة يعني عامر يعني بس اليوم شوف والله يا صالح شوف أبو حمد اليوم عامر الشاطري وين لاعب؟ أيوه وين لاعب لعامر الشاطري؟ في الارتكاز. هذا حالة الطر اللي صارت لسولة يعني قرار طرد صحيح. لا صحيح طبعا مع الاعادات واضح انه صحيح. حتى الحين لو فكر مرباط يرجع للمباراه في ظل هذا النجوم وزخم النجوم مع فريق يلعب منقوص صعب ترجع للمباراه. ما يقدر هو قبل الطرد هو كان ما ولا بعرف الان اللاعب ليش دي يعترض؟ ما هو ارتكب انا اعتبره مجزره يعني دفر للاعب جالس على الارض برجله ورقع برجله يعني الان ليش دي يعترض؟ تعمد لا ليش يعترض؟ يعني أنا هذا اللاعب مو فقط مع أنه أعطى بطاقة حمراء وإنما يجب أن تكون هناك قرارات رادعة أخرى ضد الانضباط في تقرير ممكن ترى لا أي طرد مثل ما تعرفون أنه يروح والثاني بعد الكاميرا الجانبية بتوضح هذه شوف الآن رجله شوف وين هذا يلعب كونفو يلعب بوكس مثل ما تعرفوا أي حالة طرد كراتين مباشرة تذهب للانضباط مباشرة سواء تزكيها سواء تلغيها لا هو طرد خلاص طرد لكن عاد إذا تزيد عليه عقوبة لا هو ما راضي يعني شوف هو طبيعي اللاعب يعني يقول لك أنا ما سويت شيء يعني طبيعي يعترض. لا يجب انه يهدى يجب انه يهدى الفريق محتاج له نفس الشيء محمد دقيقة 57 محمد اذا كان كابتن الفريق عامر الشاطري هو اللي منرفز فما بالك بقية لاعبين انت كابتن عامر هذا اللي حنتكلم فيه محمد ربيع لاعب خبره ما شاء الله ومشروع كان ظهير يسار صراحه مو اللاعبين مشحونين مثل ما ذكرت ابو عبد الله يعني انا اتفق معك في جزئيه انه ما كان بهذاك السوء الكبير ما كان بهذاك السوء الكبير بس مفروض يكون متحفظ في بعض يعني هو لان الفوارق بين الفريقين شويه يعني في تفاوت في يحتاج نشوف مباراه بعد ما نحكم عليه اكثر الفريق يعني بنشوف يعني مرباط هل وضع بيكون نفس العام الماضي ولا لا اليوم افضل من السابقه شفت المباراه السابقه لا انا ما شفت المباراه السابقه ولكن عندي مصادر مرباط مع مسقط ما مرق مرباط فاز 3 بالرجع لا بس انا ما تابعت المباراه ولكن اليوم
اليوم ما كان سيء، انا في وجهه نظري ما كان سيء فقط بعض اللاعبين عليهم انهم يهدوا ترى بعد اخوان والارضيه الملعب والاجواء اعتقد حتى الارضيه تاثرت اجواء لا يشوف نفس الشيء بالنسبه للمعتز صالح يعني اليوم نفس الشيء هو يعني في موقع لاول مره احنا لاحظناه في الوسط متقدم جهه اليسار لاحظناه في الظهير ولكن اليوم صراحة يعني في مركز تمرير جديد ولكن لاحظناه بتميز انت شفت ارضيه الملعب ابو حماد شفت الارضيه ما هي فيها ما هي حلوله طبيعيه يعني صراحه ما تقدر تلعب فيها كوره ما تقدر رغم ذلك شاهدنا بس الملعب شاهدنا جمل تكتيكيه انا بالنسبه لي شاهدت في بعض الاحيان بس تساؤل بخال تساءل بوخاد اليوم نحن في دوري محترفين ولو شلينا المسمى لكن دوري محترفين مباراة منقولة لما أنا أنقل مباريات وأعمدة المرمى نصها أبيض ونصها رصاصي ونصها مش ع... يعني الصبغة بكم صبغ المرمى متخشرة كم صبغ صبغ الزيت غالي شوية كم غالي يا أخي ما يصير يا جماعة ما يصير صبغ الماي والزيت ما أعرف والله ما يصير صلارة اليوم مجمع صلارة الأهداف كلها متشوهة يعني بصراحة ما أعتقد إني على هالدرجة نحن هي مجمع صلارة مش ألمنيوم هذولا حتى لو ألمنيوم ما يبغى صبغ ما يبغى صيانة متقشر واضح متقشر يا أبو حمد الشيء مستغرب فيه ما يروح في كل مجمع هذا النوعية تجي يعني شركة صيانة في كل مجمع في شركة صيانة وفي كل مؤسسة في هذا البلد شفتهم في يعني في 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 فريق للنظافة والصيانة في كل موقع وفي كل مؤسسة ما تعرف ليش ما تفعل هذه اللقطة تحصل ملاعب حشاكم وتكلم وحشا المساعد المشاهدين وسخة لا تصلح الجلوس اليوم استاد نفس الشيء بالنسبة للسيب استاد بريك في مسقط في قلب مسقط يعني صراحة يعني شيء الجماهير خلاص ملت واحنا نتكلم في هذه الجزئيات ابو خالد جوانب تنظيمية مع من مع الأندية ولا مع لا افترض مع الأندية طبعا مع من لا يعني الحين اللي صار امس بصحم هذا بنشوف بعدين الموضوع كيف طيب حد عنده اي اضافه عن المباراه قبل ما نطلع منها عشان لا يعني مبروك طبعا ظفار ما في نقدر نقول الفريق ما شاء الله يعني عيننا عليه بارده مثل ما يقولوا فريق مكتمل عناصر اللاعبين اللي فيه صراحه عاملين شغل وايد زين في الملعب كل فريق قاعد في لاعب من الدوري البنغالي جاي هذا ثيوكس من كان لاعب برضه اعتقد ايوه دور بنغالي دوري يعني ايش الاضافه اللي يضيفها انا لا ما تمشي على في اكيد لاعب يمشي عليه احنا نقول الدوري الهندي كل زمان نقول الدوري الهندي دور الهندي من اعظم اللاعبين في المحترفين ما شاء الله يعني بنغلاديش اقوى من دورينا بالمناسبه اقوى من دورينا وفي فلوس وفي الهندي انت انا اتكلم عن الدوري البنغالي زين يمكن يعني مره شوي لا انا خلاص معناته لاعب يطلع دور البنغالي احسن من دورينا يا ابو حمد في لاعبين في الدوري الفيتنامي يلعبوا معانا من نجوم ويدفعوا يا اخي شركات كبيره ترى من عام فريق قوي جدا شفناه زين ما دام فيتنام قلت الدوري عندهم قوي يمكن الدور البنغالي فعلا فيتنام طبعا دوري قوي افضل منهم طبعا فيتنام قوي على حتى على مستوى الاولمبي فاز عليه الاولمبي والاول الخط الاول ايضا نفس الشيء لا تستهين بو صقر لا تستهين لا طبعا ما نقلل من الدوري البنغالي لا البنغالي ممكن يكون في الهوكي يعني في كره القدم ايوه صحيح قد يكون عندهم شغل قد يكون عندهم شغل انا ما مستين بس دوري بنغالي بكره القدم وبعد تسال اخر ابو خالد للامانه يعني بعد تسال اخر يعني. طيب. تساؤل اخر اليوم صراحه اللقطه لما جات على الحكام في بدايه المباراه يعني يسلموا على بعض يعني بصراحه يعني تصوير يعني اجهزه ما ولا لا بعدين سالفه الاجهزه ما يعني او الغاليات او الخربانات من الموسم الماضي من ضمن المحاور اللي بتكلم عنها بعدين من ضمن المحاور كم سعرها لهذا اعطونا تغريدات قبل لا يعطينا سعر السماعات صالح الباحي فريق طيب اعطونا التغريدات وبننتقل للمباراه الثانيه يلا بسم الله طيب زكريا النوف اللي يفوز نادي ظفار مستحق بامكانياته وانسجامه محمد المشيخي مبروك للظفار يستاهل الفوز وهذا لك لنادينا ليقدم المستوى المطلوب والقادم افضل باذن الله وكلنا مرباط مرباط خسر من فريق متوقع أن يخسر منه ما هي مشكلة بالنسبة للجماهير طبعا أبو فلاح يقول فوز ليس مقياس لمستوى الزعيم مرباط كان سيء مازن بعد نهاية الجولة الثانية ظفار هو النادي الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في الجولتين بدون خسارة أو تعادل طبعا فاز مباراتين ظفار عبد الله العمري ألف مبروك لنادي ظفار حظ أوفر لنادي مرباط مرباط لم يقدم شيء في هذه المباراة والمحترفين لا تعليق الله يوفق وتغريدة سعيد المشيخي ما شاء الله تبارك الرحمن انطلاقه والأروع مع ثبات العناصر الأساسية في المستوى الفني ولا زال طريق طويل
لذا بحاجة إلى اتاحة الفرصة في المباريات القادمة لبعض العناصر لتكون جاهزة من خلال إعطاء المزيد من الوقت. لا صحيح الأخ المغرب يجب أن هناك إعطاء الفرصة مثل ما ذكر صالح، لأنك أنت ما ممكن تكون معتمد على 11 لاعب. نادي ظفار قصدك؟ نادي ظفار. أيوة. طيب عامر فرج يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الرحمن، اللهم احفظ ظفار من العين والحسد. اللهم امين ويحفظ الجميع. والله البان الفار وايد فيها البان بخر انت بس قبل شويه. عامر الشعري مبروك للزعيم الصداره، الفوز المستحق باقل مجهود، الدرع اشتاق للعوده الى بيته وهو ظفار. السعيدي مبارك الفوز الزعيم، حظوفر للشقيق المرباطي ولا زال الطريق طويل، نتمنى الاستمراريه وتطوير بعض الجوانب في الشق الهجومي بالتوفيق للزعيم في قادم المشوار. راشد يثبت ظفار لحد الحين انه الاقوى والافضل، ظفار جاهز ياكل الاخضر واليابس هالموسم. شكرا لكل المغردين. بنتحول الى المباراه الثانيه اللي اقيمت في ملعب المجمع الرياضي في البريمي، مباراه انتهت بالتعادل بين النهضه وضيفه سويق حامل لقب بهدف لكل منهما ونقطه لكل منهما، هي النقطه الثانيه للنهضه بعد التعادل في الجوله الاولى امام صور، هي النقطه الرابعه ل السويق بعد فوزه في الجولة الماضية على الشباب. أبو صقر الكلام معك فيما يتعلق بهذه المباراة، أبرز ما دونته، وعموما يعني ما في خاسر، قد تحسب للسويق إيجابية خارج ملعبه بعد طبعا موضوع التغييرات واللي طرد على تشكيل الفريق من الموسم الماضي. طبعا أبو خالد أبرز ما دونته أنه هناك ضربتين جزاء، طبعا ضربة جزاء يعني نهضة واحدة للسويق أنا شفتها مشكوك في أمره من خلال اللقطات اللي شاهدتها فيها، ما أعرف بعد يعني بعدين نشوف الضربة الجزاء ونحكم عليها، حتى الزملاء يشاركونا يعني. طيب. إبراهيم ما واضحة صحيح هي في التصوير يعني ما تبين ضربة الجزاء. الشيء الجيد لحامل اللقب أنه عاد في هذه المباراة يلعب مع فريق قوي، فريق بعناصر دولية، فريق عنده مدرب مستقر عليه من الموسم الماضي، فريق ما اقدر اقول لك يلعب امام جماهيره ما شاهدت الجمهور، يمكن شاهدت محمد الشيبه بس جالس على المدرجات. هذه المدرجات واضحه يعني، هل يعقل هذا الشيء مباراه بهذا الحجم بين فريقين، فريق بطل الدوري وثالث الدوري وفريق وفريق يعني ثالث الدوري جيد يعني مكتمل الصفوف وفريق عانق البطوله سابقا، فما اعرف هذا الشيء. اليوم ضربه الجزاء هذا صحيح؟ لا ما تحدثت عنه، اتكلم عن الثاني اللي حسبه يعني ما كانت واضحه هذيك. وتعلق الرشيدي يعني لا رشيدي لما كان منتخب ناشئين معروف. انا اتحدث عن ضربه جزاء السويق بجي اللقطه بعدين ما مشكله. اليوم يعني شاهدت منصور النعيمي يلعب في هذه المباراه وقدم المستوى، يعني منصور لاعب معروف ومع علي الجابري بالإضافة إلى محمد الخصيب هم كانوا عناصر الخطورة بالنسبة لفريق نادي النهضة في هذه المباراة، مع تواجد ألكساندرا خلف تياغو اللي أيضا يعني ما ظهر بصراحة، ما ظهر بالمستوى المعول منه أو المأمول من ألكساندرا كلاعب محترف بالفريق. بالنسبة لفريق نادي السويق طبعا اليوم كان هناك تغييرات في المراكز، يعني من ضمنهم التغيير اللي كان في مركز اللاعب ثائر كروما اللي في المباراة السابقة كان شاهدناه كلاعب مدافع، اليوم شاهدناه شوف هذا طبعا خطأ وخطأ دفاعي بس اشترك فيه الحارس طبعا بدل المفروض يروح يبعد الكورة ما يمسك يعني صحيح. ثائر كروما اليوم كان لاعب ارتكاز في هو يلعب في منطقة الدفاع في العمق الدفاعي، تواجد بعض العناصر حقيقة اللاعبين في فريق نادي السويق اللي سابقا كانوا يقدمون مستويات كبيرة كمازن السعدي في أحد المواسم كان من يعني ورقة رابحة لفريق نادي السويق والفرق اللي مثلها، حتى الآن لم أشاهد مازن بصراحة لا في مباراة اليوم يعني مو بالمستوى اللي انا اعرفه، وما يحسب للكابتن الخنبشي انه اجرى تغييرات في شوط المباراة الثاني، استطاع ان يعود للمباراة واستطاع وهو يلعب خارج ارضه ان انا اعتبره انه
نقطة لا بأس بها بالنسبة لنادي السويق، ما اعتبرها خسارة للفريق، اعتبرها نقطة ثمينة جدا في هذه المباراة. وليد السعدي دفع بالمدرب علي الخنبشي، لكن ايضا مو بمستوى وليد، شاهدت له يمكن مرتين محاولتين، واحدة من ضربة رأسية وليد ايام زمان يعني قبل خمس مواسم اربعة، كان وليد لاعب مؤثر جدا ولاعب سكورر يعني داخل منطقه الجزاء. وليد وليد تراجع مستواه بصراحه بعد العمر خلاص يعني بعد لا لكن مو بس العمر يعني انا ما بدخل في الاسماء نعم نعم وما بدخل في النيه المصغر المباراه يعني كنت اتوقع الاكثر منها يعني مباراه بحجم فريقي النهضه والسويق لكن ما شاهدنا هذا الاداء وهو بصوره عامه على الدوري يعني مباريات الدوري جميعها احنا اللي شاهدناها مو بالمستوى تعتقد يعني السويق كسب النقطة السويق كسب النقطة أنا ذكرت لك يعني اعتبره فاز بنقطة ثمينة جدا خارج ملعبه وهو يواجه فريق كبير فريق كان يعني فريق بعناصر كبيرة يعني ناصر الشملي منصور النعيمي علي الجابري أسماء محمد فارس محمد خصيب فتعامل علي الخنبشي مع المباراة خصوصا في الشوط الثاني كان إيجابي هذا الحالة الوحيدة اللي سجلناها هي ضربة هذه ضربة الجزاء يعني الالتحام الآن هل هي أنا أعتقد على اللاعب 27 هذا اللي دخل في النص بين يعني اللاعبين هناك شكوك حقيقة يعني أنا يعني من المونيتور اللي جنبي هنا يعني أوضح يعني شوي حكم بس هي ما هو اللاعب ما احتاج يعني لاعب مش اللاعب المشترك بالكرة أعتقد لاعب أقول لك لاعبين النهضة ما احتاجوا كثير يعني هي تدل في الشك فيها هو بالمناسبة في كرة بلنتي للسويق أوضح في الدقيقة الخامسة حتى الحكم الدقيقة الخامسة كانت ضربة جزاء متأكد إيه متأكد أيوه من لو أنا ما طلبت اللقطة في الدقيقة الخامسة كانت فعلا صحيح هي ضربة جزاء صحيحة في الدقيقة الخامسة صح لكن هي هذه ما واضحة من خلال التلفزيون كثير الغسان بس اللي شكك إنها الضربة يعني إنه لاعبين النهضة ما كثير حتى هو اللاعب ما راجعوا الحكم كثير طبعا بس برافو السويق صراحة طبعا نقطة ثمينة برافو السويق نقطة ثمينة يعني شوف لما نتكلم كنتيجة مباراة نقول برافو السويق النهضة اليوم أضع على نفسه فرصة هذه المباراة في ملعبه بعد تعادل في المباراة الأولى أمام صور خارج أرضه وقلنا النقطة كانت مكسب له إنه خارج الديار ولكن إنك أنت يجب إنك تعزز في الجولة الثانية خاصة تلعب في أرضك وبين جماهيرك إذا كان هذه لو تحقق للنهضة الفوز كان اليوم يمتلك من نقاط ما يعني يكون أفضل طبعاً بالأفضل ولكن برافو صراحة السويق ما ينقص السويق صراحة إذا كان هناك من تدخل أجانب على مستوى هذا الفريق ممكن أن تحصله من ضمن الفرق اللي تنافس بس عمار يعني الرشيدي راد له يعني تخفيف وزني شوي الحارس ممتاز هو كذا هو أصلاً كذا يعني هيئته اليوم حتى البريكي وياسين الشيعدي عاملين شغل في إلا الجماحي بس شوي يهدى بس هو نجم الفريق صراحة ايوه بس بندفع هو استفز اللاعب الاجنبي كل اخطاء من اسمه الجحمدي واخطاء عمار اليوم ابو حمد بغض النظر صح الاندفاع دائما في تهور ولكن لا يعني اقصد انه ممكن يعمل خطا قريب من المرمى يمكن بلنتي هو شوف مقارنه بعمر خليفه الجماحي اعتقد اللي قدم خليفه اليوم بصراحه كثير صراحه بس ما يكون متهور لا شوف انا برجع التهور بصراحه في المباراه هذه انا لاحظت اللاعب المحترف السويق المحترف استفزه في اكثر من لاعب لاعب محترف السويق اللي هو لا مش السويق لا 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 بيك حتى السويق حتى الكرومه حتى السويق وحتى لاعب النهضه 99 اللاعب البرازيلي يعني دخل في اكثر من اشكاليه دخل احتك مع اكثر من لاعب بدل المدرب تياغو أيوه. بعد اخذ انذار وبعدين اصر انه يحتك واصر انه يحتك ما يصير يعني لازم يهدى لاعب محترف لاعب مطلوب منك انت تفيد الفريق يعني تروح تفقد تركيزك في الملعب فحتى الاثنين بصراحة وخليفة لازم يهدى شوي لأن يلعب في مركز قريب من المرمى أي خطأ يعني ممكن تدخل فيك شوفوا اللي صاير في السويق إنه هذه فرصة لهم الشباب لا طبعا فرصة لهم هم أبو خالد وهم ماسكين فيها ويقدموا من المباراة لمباراة أفضل وأتوقع أنا أقول والحمل ثقيل بس ما أعتقد مطالبين باللقب اليوم أبو عبد الله أنا شفت المباراة إذا بتجي على سيناريو المباراة الشوط الثاني السويق لازم يفوز
بس يعتبر بشوط ثاني بدنيا كان الشوط الثاني حتى بدنيا كان كثير من الفرص السهله. نعم. وليد اضاع فرصتين محققات لانه بالنهضه هبط مستوى البدني. النهضه علامه استفهام. لا النهضه علامه استفهام. يعني الشوط الثاني واضح انه بدنيا ما جاء. بدنيا النهضه تاخر الاستعداد لكثير تاخر الاستعداد وايد يعني هذا اللي قلنا وهذا اللي قلنا ابو احمد تذكر مباراه السور والنهضه كمجموعه وكاسماء جيدين النهضه ابو حمد لا خلاف لكن هم تاخروا لكن تاخروا ابو حمد تتذكر مباراه السور ايش قلنا احنا مباراه النهضه والسور قلنا ان النهضه يعني السور يفترض يفوز على النهضه لان النهضه اصلا ما مستعد ما جاهز نصر الشميلي حتى ما جاهز تشوف نصر الشميلي ما كان جاهز اليوم وليد السعدي وليد هدفين محققات حتى في الدقيقه الاخيره محمد الحراسي بعد اضاع من اسمه يعني مازن يعني في فرص كثيره بالنسبه للسيخ في الشوط الثاني الشوط الاول الثاني كان افضل لا الشوط الاول اعطانا انطباع النهضه انه ممكن بالفعل حتى الاخوان في السيد التحليلي ذكروا انه ممكن يتقدم النهضه وتقدم النهضه فعلا في الشوط الاول مفروض النهضه على ملعبك ومفروض تستفيد من عامل انك ممكن تكسب ملعبه وين الجمهور ما شاء الله اصلا كذا يعني اصلا كذا يعني هم من كذا من زمان ايام بس ما اخذوا الدوري اعتقد أيام كان في جمهور لما كان فريق البريمي لا حتى الجماهير ما شاء الله حتى في الاندماج ايدي باهوما كان في الاندماج بدايته لما شلوا دوري طبعا ذاك فريق وكان جمهوره حتى عبري ابو عبد الله يروح الى عبري كان جمهورهم نعم انتقلوا مسافات وحضروا معاهم بس حاليا ما في جمهور عندهم هم اللي باقيين 6-7 معروفين نعرفهم معروفين نعم اشخاص معروفين يروحون بس انا اقصد انه سيناريو الشوط الثاني فعلا السويق استحق وكان اقرب وانا اعتقد انه يعني النهضه استفاد من التعادل لأن السويق كان أقرب فعلاً في الفوز بالمباراة. إلا أن السويق بدنياً جيد. بدنياً والفرص اللي أضاعها. في المقابل لا أقصد لك أن النهضة بدنياً. يمكن استرجع قواه شوية النهضة حاول يمسك آخر 7-8 دقائق من المباراة لكن. بس يعني الخنبشي عنده شغل عامل شغل مع فريق السويق. يعني نجح إلى الآن في المباراة. من هذا الموجودين. هذه الأدوات اللي موجودة عنده ويشتغل عليها. هو ما مطلوب منه شيء. أنا حتى من المباراة ما السوبر مباراة السوبر أيضاً فريق. يعني من ضيع ضربة جزاء وليد السعدي ومحمد الحراسي ايوه صحيح اذكر في تلك المباراة ما كان سيء السويق ضربات جزاء لعيب النهضة دائما اللي يخلي النهضة فريق ما اقول ممل لكن لعبه رتم بطيء الكرة العرضية التمرير العرضي دائما فريق النهضة دائما في المواسم الأخيرة دائما التمرير العرضي هذا اللي بدون داعي يعطي الفريق الثاني أفضلية في الرجوع يعطيه في التمركز هذا التمرير العرضي ما مقدي ودائما النهضة التمرير العرضي هذا السمة مستمرة مع الفريق فتلاقيه نقل كرة بطيء تلاقي تحول الفريق من دفاع الهجوم بطيء ما في كرة في العمق ما في العام الماضي عفوا هو الفريق اللي عرقل السويق الموسم الماضي الفريق اللي عرقل السويق بكامل نجومه بس كان عندهم يوسف ناصر لا ترى اقول لك يعني لا يعني الفريق فريق لكن اعتقد في عامل بدني يعني اخشى على النهضه سالفه العام الموسم انه ما يفوز في النادي في ملعبه حتى منصور الفريق كان كان لا حتى منصور ذكر ابو صقر منصور لاعب زين لكن منصور ما جاهز ما جاهز حتى يا اخوان خلينا نكون منطقيين في بعض اللاعبين في النهضه حتى حمد محمد الحبسي وحتى اللاعب اللي دخل مربوعي صحيح يا اخي اجسامهم زايده يا ابو خالد انت تشوف الاجسام ما جاهل لا بس يعني انا ما اعرف كيف مدرب ما دخله هو الموجود في لاعبين شبان صغار عندهم مفروض يزقوا فيهم اذا كان بهذا الوضع يعني فريقهم ما جاهز بدنيا ولاعبين اجسامهم كثير يعني وزنهم زايد صراحه وزن زايد اكثر من لاعب نفس الشيء في نقطه هناك بالنسبه لغياب جماهير نادي النهضه احنا نقول دائما انه ما في فريق ممكن انه ينافس ممكن انه يقدم كره قدم حقيقيه وهو ما يمتلك جماهير او جماهيره ما تسانده وما تكون حاضره كعامل ايجابي للفريق ولكن انا اقول لجماهير نادي النهضه ولكل محبين نادي النهضه يعني المرحوم سعيد الشامسي الله يرحمه كان هذا 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 الشخص كان غريب من الجماهير وكان يعمل للجماهير الشيء الكثير يا اخي تقليدا لروح المرحوم يجب انه يكون في تواجد وفي ذكرى يعني كجماهير نادي النهضه انهم يكونوا متواجدين. هذه الان هذا الموسم بعد جولتين احنا نلاحظ غياب الجماهير في اكثر من نادي وممكن هذه الانديه يكون لها باع في الدوري ممكن تدخل كمنافسه يعني الان الجوله السابقه احنا الكل تكلم غياب جماهير العروبه. اليوم الكل يتكلم وين جماهير نادي النهضه. السويق مطالب البارحة كنا نتكلم وين جماهير نادي الشباب يعني إذا ما في فريق ممكن أن يقدم عطاء جيد وجمهوره غايب ما في يعني الإدارة صح كل الإدارات تعمل
تعمل وقدر الامكانيات المتاحه يعني، ولكنك كجمهور ما يمنع انه مباراه ظفار رغم الاجواء. برافو جمهور مجيس اللي امس حاضر الى استاد سيد. نعم يعني المباراه ما هم ملعب. نعم برافو جمهور صحار اللي في كل موقف تحصل طبعا طبعا موجود. جمهور صحار جماهير اليوم اللي لاحظنا الجماهير سواء ظفار ومرات نعم يعني والاجواء المناخيه شكرا يعني نتمنى انه بغيت والله صراحه اللي يحضر المباراه في ظفار محظوظ انا مستمتع بالجو يا اخي والله انا بعد رطوبه حرف كوره انا المباريات بعد كل 30 دقيقه توقف على اساس الشرب الرداد ما متوقف المشكله هناك الرداد متواصل ولو يا اخي والله الرداد حلوه بس تحتها الرداد واحسن رطوبه والله العظيم سيف سلطان مستمتع ما شاء الله رجع خلاص رجع بس ابو خالد قبل لا نطلع موضوع الملاعب يعني خاصة ملعب صلالة قبل لا ننسى ملعب صراحة يعني لا من دمر الملعب صراحة من دمر الأرضية ولا الأرضية نتكلم عن خاصة مع الرذاذ والماء بعدين مستهلك ملعب مستهلك مرتاح بطولة عسكرية أيوة وما أعرف شجع فريقك وما شيات بعدين الحين ما أعرف بطولة الدوري العمان تل بطولة الخريف مع بطولة الدولية كانت لا ما في الدولية سعادة ما كانت مع الدولية في الثاني والسعادة لسه ما موجود ما عرف إذا في حلول يقدروا يسووها في فترة التوقف يعني يعني في ملاحظة بسيطة على السكور شيت والاستمارة المباراة بين الفريقين يعني من كجانب تنظيمي ليس اصطياد الأخطاء ولكن لتحسين الأمور لا أكثر واضح في الشاشة معنا اليوم للأسف بالنسبة لهذه المباراة مباراة السويق والنهضة ترى يمكن ما واضح عندكم ان التاريخ هذا موجود كم 261/8/2017 طبعا هو المفروض يكتبوا 26 بس هم زايدين واحد ومن جانب تنظيم يعني لا اكثر مثل ما ذكر لي تصير النقطة ها و2017 على فكرة مش 2018 يعني ايوه فنرجو من الاخوان بس التركيز على هاي لان احنا نتكلم عن دور المحترفين وهذه الجوانب التنظيمية الواحد يتفاداها يعني اشياء بسيطه ليس تصيدا ولكن من اجل ان نكون يعني كنا شركاء نجاح هذه تضر ابو خالد لا تقول له ليش عرفنا في مشكله هذه تضر لما نرجع للسكور انت تتوقع ممكن يكون في يعني اسم غير موجود او اسم يعني موقوف في المباراه يجب ان السكور يكون واضح سكور المباراه بتاريخه باسماء بكل شيء بكل الجوانب يجب ان هناك تكون مراجعه شامله لكل سكور قبل بدايه المباراه طيب عموما نقطة للسويق ونقطة لمضيفة النهضة بنروح للتغريدات ونتحول للمباراة الثالثة والأخيرة اللي كانت في هذه الجولة اللي جمعت مسقط ونادي عمان الفريقين من العاصمة مسقط وانتهت بفوز مسقط باخذ تغريدات وبروح لتلك المباراة وبعدين بنفتح بعض المحاور الخاصة بالدوري منير الخميس السويق كان الأقرب للفوز خاصة وأنه استحوذ على مفاتيح اللعب في الشوط الثاني وأحرج خصمه النهضة واستطاع السويق كسب نقطة ثمينة شكرا جزيلا لكم يا لاعبي السويق أمين الخصيبي نقطة ثمينة من ملعب النهضة بجهود الشباب لاعب المحترف إذا لم يكن إضافة فالأفضل الاهتمام بالمواهب المحلية كفيته ووفيته شباب السويق والقادم أجمل بإذن الله تغريدة يعني ممكن يأخذ شوي مع الفريق يمشي يحيى العلوي المستوى اللي ظهر فيه الفريقين يعطي مؤشر بأن أعداد معظم الفرق كان دون المستوى والتحضير ضعيف للدوري هذا ما نختلف عليه يا يحيى للأسف هذه الحال مروان بالعكس تعادل بطعم الفوز للنهضة السويق كان يستحق ثلاث نقاط كان أفضل فنية وبدنية مشكلة السويق اللمسة الأخيرة أكثر من هدف ضاع على السويق جيد زكريا نوفري نادي السويق والنهضة تقاسم الأشواط النهضة قدم شوط جميل في بداية اللقاء السويق ارتفع رتمه في الشوط الثاني والتعادل مستحق للطرفين علي النجادي السويق فرط في الفوز لم يستغل فرص بالمجمل العام كان الأقرب للفوز أتوقع أن تكون هناك انطلاقة للسويق لحسم نقاط في المباريات القادمة طالب طيب حتى إدارة السويق أصلا ما مطالب النادي أو الفريق عفوا باللقب أو الحفاظ على اللقب لأنه هو عارف الوضع وعارف الأمور اللي صارت في هذا الموسم بس ما يمنع إنه يحاول إذا شاف إذا همت رياحه وكفى اغتنمها يا أخي هي شوف بيبين يعني شوي الأمور تمشي هو ذكر أبو حمد نقطة مهمة قال السويق إذا أضافوا ثلاثة لاعبين عندهم ثلاث خانات محتاجين شوية تعزيز مميزين بغض النظر المدرب اختارهم مميزين في المراكز اللي يشعر المدرب انه يحتاجهم فريق ممكن يعمل شغل صحيح ممكن يعمل اللاعبين عندهم رغبه طموح عندهم رغبة. يظهروا اليوم حتى فهد لما نزل في اخر دقائق فهد كانت مبين انه عنده الرغبه انه يريد يعمل شيء فاذا هذه توليفه جيده وهي طيب. تريد تقدم نفسها بشكل يعني مش لاعبين يعني جدد لكن اقول لك مباراه المباراه الجايه سويق النصر بتكشف الكثير من ملامح الفريقين طبعا هذا المباراه على السيناريو وسيناريو مكرر كلهم اربع نقاط واربع نقاط ولعب السويق مع النصر في أيوة السوبر وكان جيد باقي نشوف مباراه الاوراق مكشوفه ايوه صحيح طيب بنتحول للمباراه الاخيره اللي كانت في جدول
الجولة الثانية مسقط نادي عمان انتهت بفوز مسقط بهدف مقابل لا شيء، 3 نقاط لمسقط بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الرباط. نادي عمان طبعا خسارة ثانية على التوالي، الفريق لم يحقق أي نقطة، هو كذا الحال أيضا بالنسبة لنادي الصحم. محمد يشوف المباراة هذه والله يعني مباراة فضل بعد يقولك ديربي ديربي ما في حد طبعا يعني مباراة وخلاص. ما أعرف، أنا أقول مبروك مسقط، مبروك إدارة مسقط على الفوز، لأنه مسقط عامل مخاطرة. يعني خلينا نكون صريحين، من الموسم الماضي واستمرت هذه المخاطرة لهذا الموسم، ما أدرج أسماء كثيرة يعني وتعاقدات ضخمة للفريق. برافو أنك تأخذ 3 نقاط في وضع أنك أنت كنت خسران في المباراة الأولى. جيد أنك أنت تطلع على الأقل من أول 3 مباريات قبل فترة اللي هي الراحة المنتظرة مع توقف للمعسكر المنتخب. أعتقد أنه مسقط يعني كسب 3 نقاط مهمة في، إيش بقول لك، في مسيرة بقاء أو اللي في مسيرة يعني تحسين وضعه بعد ما واضح الصورة في بداية كثير. المشوار، لكن بداية المشوار خلينا نقول من الضروري جدا قبل فترة التوقف أن يكون عندك نقاط. يعني اليوم يرثى على حال صحم وعمان لأن ما عندهم نقاط، وبالتالي لو تكرر سيناريو خسارة في المباراة الجولة القادمة أيضا بتكون هذه مشكلة للفريقين. فأنا أعتقد مسقط كسب 3 نقاط مهمة، كسب درب العاصمة كما يقال. الشيء الإضافي اللي نقدر نضيفه أن عمان علامة استفهام. عمان، إدارة عمان طبعا أنا خسارة ثانية على التوالي والاحترام، وهذا من الأندية اللي أنا أحبهم وايد وأعزهم كثير. عميد الأندية في عمان، وأول نادي تأسس. 2، أنه النادي إلى الآن ما ماخذ وضع، الفريق الأول معاهم ما ماخذ الوضع. يا نبقى في الدوري ونكون مثال قوي للمنافسة، وإما يعني ما أعرف أنا، هل إدارة عمان، الإخوان في إدارة عمان بالنسبة لهم بقاء الفريق بهذا الوضع من الموسم الماضي، عمان بقى بعجوبة في الموسم الماضي يعني، واللي قبله والموسم الماضي وينفذ بجلده سبحان الله. يعني هو يعني نتمنى له أنه يستمر، لكن أيضا ما في كل مرة تسلم الجرة. يعني عمان الوضع اللي يمشي فيه الفريق بس ابو حمد مخيف. عمان كان في الشوط الاول افضل. انا ما اتكلم عن المباراه، اتكلم عن الخساره، عن النتيجه، على خير الفريق. انت الحين الخساره النتيجه انت خسرت، انت الحين بدون نقاط يعني في مباراتين. اليوم مازن الكاسبي يتألق بصراحه، يعني صراحه الوضع مريب. ويعني انا ما اعرف ايش الاخوان في اداره نادي عمان، هل بالنسبه لهم انه هذا اللي نريد نقدمه للفريق، هذا اللي نقدر يعني. عمان على اقل تقدير اذا ما بيعمل تعاقدات جيده يا اخي بجيب لاعبين اجانب مميزين جدا. المفروض عندهم براسيلين جايين، تعاقدوا براسيلين، وقعوا مع 3 لاعبين بس معقوله نادي عمان شفت اليوم تشوف نادي عمان خلي على نادي عمان، لكن بصراحه الهدف خلي على نادي ما عنده امكانيات لاداره نادي عمان. الهدف ابو حمد خلي نادي ما عنده امكانيات يسوي هذا التصرف في اخر الوقت، لكن انت نادي ما شاء الله عندك يعني نموذج يحتذى فيه في الاستثمار، نموذج مالي مميز، نادي عنده من الامكانيات الشيء اللي مقومات كبيره جدا، على اقل تقدير لاعبين الاجانب من الموسم الماضي انت منشن عليهم، يعني حاط بالك ان لاعبين اهتمامه بالعاب اخرى. ما في شيء، ما في غير اليد بس هم يمارسوا، ما في. انا ما اعرف الهدف غايب، يعني نحن نقول هذا الكلام ابو خالد ايضا نعزه يعني الفريق انتباه الافضل، يعني انتباه افضل. لانه اليوم شوف عمان عميد الانديه، يعني نادي متاسس، اول نادي تاسس عميد الانديه في عمان كلها. 2، انه نادي في قلب العاصمه. تبى انت اليوم الانديه هذه، نادي عمان هو اللي افضل انجاز اسيا ومعنا في عمان، صحيح؟ صحيح، الثاني كان افضل ثاني. صحيح صحيح، يعني اليوم تشوف هذا الفريق وعلى يعني تشوفه، ما اعرف صراحه ايش اقول يعني عن نادي عمان، لكن اتمنى فعلا انه يتدارك الموقف بلاعبين اجانب. هذا الموقف ما يطمن، موقف الفريق ما راح يطمن. ما معناها هضم في حق نادي مسقط بالفوز، لا ما له دعوه، مسقط استحق الفوز طبيعه الحال، لكن عمان علامة استفهام تحتاج إلى مراجعة دقيقة من مجلس الإدارة، على الأقل تتضح الصورة اللي بقول جمهوره. ما أعرف أنا هذا موضوع جمهوره، يوم نتكلم جمهوره ما يعني أنا ما أعرف كثر الله خير اللي موجود يعني. يعني أول حتى من زمان، حتى من زمان الإخوان اللي كانوا يجوا في نادي عمان يمكن صالح يذكر، تحصل على الأقل يعني 200-300 شخص حضروا لك بالكثير يعني. اليوم يا أخي مع بس هذا المشجعين حال نادي مسقط أعرفهم، شفت أعرفهم كلهم. فعموما مازن الكاسبي تألق في شوط المباراة الأول، ورد محاولتين كانت محققة ليزيد الرواحي. هذا كله
نعم. هاي اللي تقصدها وحده ما هو اثنين او ثلاثه ايوه من يزيد بدا يستعيد شويه مستواه من يزيد الرواحي اليوم كان جيد صراحه شوف هذا فرصه كرة. هدف محقق فريق نادي عمان يعني في المباراتين الاولى مع العروبه وهذه استحوذ على الشوط الاول لكن ليس كل شيء الاستحواذ هذا اللي شاهدناه في كاس هذا اللي بالضبط استحوذ ما استحوذ انا علي بنتيجه المباراه كم تنتهي المباراه فريق نادي مسقط في شوط المباراه الثاني يعني كان نوعا ما رجع الى 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 المباراه الى رتم المباراه من خلال اللاعبين سجل هدف جميل بصراحه عن طريق الحسن موتريلا باقي اللاعبين يعني انا كنت مثلا اتوقع من قاسم البلوشي من اسماء اخرى قادر فال يعقوب السيابي يعني اتوقع منهم الافضل لكن عموما هم استطاعوا ان يكسبوا الثلاث نقاط فبالتالي هذه النقاط اعتبرها ثمينه جدا وايجابيه لان الفريق استطاع الكابتن ابراهيم سومار ان يرجع من جديد الى المباريات خصوصا بعد ان تلقى خساره كبيره في مباراته الاولى امام مرباط وذكر الكابتن ابراهيم سومار انه كان هناك ظروف يعني حكم المباراه ضربه الجزاء كانت الغير صحيحه الاجواء المناخيه هذا ما تطرق اليه يعني ابراهيم سومار نعم اعتقد انه مسقط يعني هناك عمل كبير يجب ان يكون اذا اراد ان يبقى في دوري عمان تل مع قادم الايام لانه الفريق يعني احنا فريق مسقط دائما ما يعاني ومن ثم هم الفريقين يعانون موسمين نعم اعتدنا على هذا الشيء فبالاسماء لكن هي امكانيات يعني نرجع نفس الشيء الى موضوع الامكانيات لا بس يفترض من الفريقين متكافئين على ضوء اللاعبين الموجودين بالفريقين يعني احنا شاهدنا انه نادي عمان ما عنده اي لاعب اجنبي هم موقعين مع ثلاثه الفريق الوحيد يمكن امس اعتقد في الدوري حتى الان بدون اجانب الدوري يا ابو خالد ما هو ترى متاح ل 22 9 انا اللي اعرف انه التاشيره يعني انت ما في عندك شيء يمنعك انك ما تعد فريق من الشكل الاول طبعا اتحاد عدد من عندك موارد عندك استقرار عندك نادي كبير عندك مشاهد كبير ايضا عندك خبره سبق وان درب نادي السيب يعني زين عنده خبره ولكن ما يبقى عناصر ما كلها الخبرة هو يطالب مدرب ما يملك العصا السحرية إن هو يعني يغير رتم فريق وشكل فريق ما دام أنا كمجلس إدارة يا هيثم ما دام أنا كمجلس إدارة عندي نية نتعاقد مع لاعبين محترفين ليش ما تعاقد معهم البداية ما دام عندي النية أنا أصلا صحيح هذا كذا كنت ما عندك نية تعاقد مع لاعبين محترفين خلاص وما عندك موانع موجودة معك وعندك ما في موانع يعني مالية مثلا أيوة يعني ما في موانع مالية يعني موسمين ورا بعض يعني جزء ما مهتمين كرة القدم لا الإدارة عليهم علامة استفهام كإدارة عمان نتحمل هذا أنا أتحمل هذا ما غير ما تتحمل الحين طالبهم من عشان الفريق يكون بشكل أفضل من اللي موجود فيه اليوم ما ممكن اللي يحصل يعني ليش الهدف غايب يعني نادي يعني كل المقومات عنده بامكان يعني شوف بلال البلوشي ليش ذهب هذا الموسم صحيح ليش ذهب هذا الموسم لان ما في هدف واضح في النادي اصلا على اساس انه يدخل منافسه هو لاعب منتخب لاعب منتخب الاولمبي يطمع انه يكون في المنتخب الاول فريق يفوز ينافس اكثر من لاعب كل عمان ما تكون عنده موهبه بعد موسمين يروح منذر العلوي راح ليش ما هو من افضل مواهب محمد صلاح منذر فرطوا فيه صراحه نعم يعني محمد وبلال ميزان فريق لانه ما في هدف واضح يعني منذر من افضل يعذرون الاخوان في اداره نادي عمان ولكن ما في هدف يعني واضح. انا اعتقد عليهم موضوع تدارك الموضوع من الان لان الان بعد جولتين الفريق ما حقق ولا نقطه حالهم حال نادي صحم يظل في المركز بس خالد انت بتجلس كل بيجلس عمان كل سنه ما اقول لهم انا اجلس لغايه اخر شيء كل سنه بس هدفهم انه البغاء هدفهم البغاء نادي عمان انت تتكلم عن نادي عمان يعني نادي عمان اللي عنده موارد وعنده تاريخ نادي كبير يعني خرج من الاسماء ما يكفي في المنتخبات طبعاً الوطنيه اذا اليوم في طرد يعني اللاعب ايضا في النادي عمان يكون هذا المردود صحيح. في طرد اعطونا طيب فالف مبروك بالنسبه لمسقط صراحه يستاهل في توقيت جدا مناسب لو على فريق طرد لاعب اللي ما بيشيل نقاط قبل فتره التوقف صراحه بيكون موقف يعني محرج جدا يعني ضرب اللاعب من غير كره للاسف يعني ما اعتقد المباراه كانت تستاهل كل هذا يعني هذا مشعل شوية بعد الدقيقة 68 يعني لسه 22 دقيقة في الملعب يعني هو كان ممكن يكون فريقه بشكل أفضل شوف الكرة وين واللاعب يضرب
شوي رجعوا يعني هي بصراحه يعني انا توقعتها اكبر يعني اقوى من كذا. نشوف شوي ابو خالد مره ثانيه اللعبه بيعيدوا الشباب مره ثانيه. لا ما تشتغل يعني ممكن مد ايده لكن ما اعتقد انه يعني بمعنى الضرب. بنشوف احنا اللعبه هين اصلا صبر شوي هين صعب يعني باللي شفناه ما تستاهل انه يكون طرد مباشر. مش على الفارسل الحكم ذكري هناي حتى ولو كان بس عيدونا اللقطه يا شباب مره. استاذ هل هو شاف الحكم بنفسه ولا حد اعطاه من طيب حد اعطاه من برا على اللقطه مثلا من مساعدين؟ ما عندنا حكم خامس نحن الحكم الرابع هو يقوم عادي شيء رابع شيء لكن خامس ما شيء. شوف هذه يعني هذه بعد شوي بعد خلينا نمشي بالعاده اذا جات شوي. هو طبعا طرد مباشر من غير يعني ما عنده انذار من قبل ما عنده واضح لان اعطاه احمر يعني اعطاه حتى لو عنده ما له دعوه يعني عنده ما يمشي خلاص مباشر. لكن انا شوي اشك في اللعبه هذه للاسف هي العادل الوحيد اللي ظهرت نبغاها شوي نعيدها او يوقف بس شوي مع الحركه لو في مجال حتى نفس اللقطه هذه يجيبوها بالبطيء يعني هذه اللي عاد في اجهزه التواصل هذا شوي بس بطيء خلي بطيء شوي شويه شوي يعني هو مد ايده عليه لكن ما اعتقد بعدين فرق بالجو كمل شويه كمل خفيف يعني مش على الفخم ما شاء الله عليه لا اعتقد ايش بس ما دام تفسير حكام من هنا ابو حمد اعتداء او محاولة اعتداء هذا عاد ما نعرف اي بعد بعد هذا على حسب تفسير ما ندخل تحكيميا اعتداء او محاولة اعتداء هو حاول الاعتداء خلاص لكن بال يسوي ترى ما ضربه حط يده حتى لو يعني قلت له في الملعب يطيح اوكي ترى في الاصفر متى يعطوه خلاص اي واحد يعطوه احمر الحين يعني انا ما اعتقد ترك الى طرد بصراحه اي راي شخصي لا اكثر طبعا انا اقول يراجعوها واقول نادي عمان فعلا يروح يحتج على ذلك لا هو كل طرد موجود يرجعوه يشوفوها لان اللقطه ما ترقى ان تكون طرد مباشر اي بطاقه حمراء مثل ما يعرف الجميع يعني ايش يسوي تروح للانضباط يرجعون ممكن نادي عمان يعني يشوف لكن انا وش باللاعب الكوره بعيد ما خطر عندي الكوره اوكي ما مشكله يا بابا اخطا اللاعب بس هل خطا يعني ما ضربه يعني حط يده باساس انه يمنع انه يروح للكوره لكن ما ضربه احنا فيه متكل الموسم الماضي بحال شوف الكوره ما فيها ضرب ما معلش الموسم الماضي تتذكر لما طرد لاعب نادي ظفار تذكر لما كان لاعب نادي النصر ماسك الكره حاول يشيل الكره انا ناقشني الخبير قال لا هذا محاوله اعتداء طيب ما اعتدى عليه محاوله هي حاول ياخذ الكره ما اعتدى عليه قال لا اعتداء ومحاوله اعتداء لا الحكم يمكن شوي بعد اقوى يعني ايوه الحكم غير على الحكم هذه لعبه يعني لا بس هي ما ترقى انه ما ترقى طرد يعني حتى اصفر ممكن تعطيه اصفر كحد اقصى يعني راي الحكم كل طرد كل انذار احمر يذهب الى لجنه الانضباط هي طبعا اذا كان نادي عمان ممكن يطالب انت ضريت بالنادي شوف لو هذا الخطا صحيح يعني الخطا هذا فعلا مش حاله طرد واللجنه قررت الخطا طرد مؤثر على الفريق طبعا ليش؟ دقيقتين و20 دقيقه طرد مؤثر اعطونا تغريدات مع ختام المباريات الثلاث في الجوله الثانيه طيب يلا اعطونا تغريدات تغريدة زكريا النوف لنادي مسقط قدم مباراة جميلة واستحق الفوز بشكل عام المباراة ضعيفة المستوى بين الفريقين أبو يعرب مبروك الفوز لفارس العاصم وجماهيره ولكن الفريق محتاج إلى عمل أكبر أبو فلاح فوز مستحق لأحمر العاصمة يحيى العلي الفارس المسقطاوي ونادي عمان هذا الموسم وضعهم غير مطمئن وإن كانت البداية ليست مقياس من خلال الجولتين طيب هكذا انتهت الجولة الثانية من دوري عمان تل بهذه المباريات السبع وب17 هدف سجلتها الأندية بعد الفاصل مواصلين المشوار في الدكة ونتابع الرابطة المحترفين تخاطب الأندية لا نملك بيانات عن اللاعبين الموقوفين تصرفوا ومع الجولة الثانية في دورينا معدات حكام دوري عمان تل مفقودة في بعض الملاعب حياكم الله نبدأ الحديث عن بعض المواضيع المتعلقة بدوري عمان تل في الجولة الثانية هناك الموضوع الذي تحدثنا فيه البارحة وقلنا بأننا بنكمل عليه الحديث إن شاء الله اليوم مباراة ديربي اللي كانت في اليوم الأول مباراة صحار وصحم
ولما عرضنا صورة رئيس نادي صحم الأخ عادل الفارسي موجود بين الجماهير لم يجلس في المنصة احتجاج على وضع ثلاث كراسي كما ذكر لنادي صحم فقط في هذه المباراة، وأيضا بموضوع التذاكر وحتى بالنسبة لعدد مواقف السيارات تمام المنصة الرئيسية بالنسبة لملعب المباراة. عموما نادي الصحم خاطب الرابطة برسالة أعتقد موجودة ممكن نستعرضها مع الأخوة المشاهدين. خاطب النادي اليوم تاريخ 26 أو أمس إذا حسبنا بالأيام، خاطب الرابطة بأن ما حدث غير قانوني حسب النظم واللوائح طبعا، وأن النادي بخصوص تذاكر توجد فئتين فقط حسب اللائحة، فئة ريال المدرجات العامة والفئة الخاصة 10 ريالات، لكن دخول المنصة متابعة لكل نادي 10 كراسي، وبذلك النادي يتمسك بما جاء في شروط وقواعد المسابقة وعدم موافقة على مخالفة تلك الشروط فيما يخص دخول الإداريين وتخصيص مواقف سيارات أمام المنصة، وكذلك تذاكر المباريات على أن تكون فئتين فقط. هم طبعا ذكروا في الرسالة هذه اللي واضحة أن نادي صحار عمل ثلاث فئات للتذاكر مش فئتين، ريال وريالين أعتقد و5 ريالات، ودخول السيارات فقط 4 مواقف في المنصة الرئيسية. هذه رسالة نادي صحم إلى مدير رابطة الدوري المحترفين. وأيضا في رسالة لا بس بخارج خلينا نتكلم عن المنصة، أنت تحدد 10 كراسي لكل الفريق الضيف. نعم صحيح حسب اللائحة. طيب ليش الأخ عادل ما راح وجلس؟ ثلاثة حسب الصورة، عطوه ثلاثة مش 10؟ 4 هو ذاكر أعتقد في الرسالة، أربعة عطوهم 4 كراسي. أيوة من 10 هم كانوا عدد كبير يعني وما ما حتى لو حتى لو أبو حمد بس غلط. حتى غلط إيش؟ غلط يعني إذا الرابطة محددة في النظام. لا اللائحة موجودة، رسالة اللائحة موجودة، إذا نقدر حتى ننزل اللائحة. مخاطبة زين سألوا الاتحاد أبو خالد، سألوهم الأخوان. مخاطبة الأخ هشام أيضا عن الشماريخ والدخان والرولات وبطاريات السيارات مكبر الصوت. ممكن هاي بعض الأشياء الممنوعة. طيب كان المادة 74 أعتقد فيها تعميم. المادة 74 لا هذه فيها تعميم الأخرى. لما نشوف هذه اللي هي تقصدها أنت مال أن منح الفريق الضيف عدد 10 مقاعد في المنصة الرئيسية، هذه من المادة 74. لا بس في لا سؤال لحظة أبو خالد، هذه المادة واضحة. صحار طبعا. صحار عشان تكون الأمور واضحة إذا كان بتاخذ حد سألوه، هو ما أعتقد ما يتسع ل 20 كرسي. أتوقع. ما أعرف. لا يعني بس بس ما أول مرة تصير. أيوة ما أول مرة يلعبوا الفريقين يعني. لكن هل تحديد هل المواقف السيارات فيها مشكلة؟ يعني مثلا محتاجين 10 مواقف بعشر شو اسمه، لأن ممكن المواقف داخل ما أعتقد أنها تشيل عدد كبير يعني اللي تحت في خلف المنصة. ترى لك ترى الفريقين ما أول مرة يلعبوا مع بعض. هي أقول لك ترى كذا يعني، لكن اللي كانت الأمور ماشية طبيعية. أيوة. يعني صحم وصحار ما يلعبوا أول مرة، لعبوا الموسم الماضي لعبين 4 مرات صحيح؟ نعم. تدخل الاتحاد الحين، ليش اللي غير السيستم اللي شوف العدد؟ المادة 74 على تنسيق يعني النادي المستضيف من ضمن المسؤوليات التنسيق المسبق مع إدارة المجمع منح الفريق الضيف عدد 10 مقاعد في المنصة الرئيسية، منع جلوس الأطفال، منع التدخين وغيره. المادة 76 يحق للنادي المستضيف، أعطونا الصورة أيوة هذه. شوف المادة 76 يحق للنادي المستضيف للمباراة بيع التذاكر في كل مباريات الدوري على أن لا تتجاوز قيمة تذكرة المدرجات العامة ريال واحد والفئة الخاصة 10 ريالات. أيوه. بس حسب رسالة نادي صحم أن الصحار عملوا 3 فئات مش فئتين، وهذا مخالف. كم 5؟ ريال 3 أعتقد أو ريالين وخمسة. مخالف. من اللي دار المباراة أبو خالد قبل لا ننتقل، من اللي دار المباراة؟ هل نادي صحار هو اللي انتوا عم تكلمتوا؟ لا الظاهر لا لحظه، لان الظاهر طلع كلامي انه على اساس الرابطه. لا ترى هذا اللي اقول لك اياه، الظاهر على ما يبدو كذا يعني، هذا انا اقول من راسي الحين لحد ما نتاكد، انه المدرج والتذاكر للنادي، الاشراف العام على المنصه وغيرها الاتحاد على حسب اللي انفهمته من القصه. لا لازم نسال الاتحاد. لا بس بكل الاحوال النادي المستضيف، النادي المستضيف من المنصه. مين اللي عندي عبر الهاتف حد؟ غريبه يا شباب الاخ هشام، حد في اتصال الحين؟ طيب وينه؟ موجود؟ يفترض يكون معنا عادل الفارسي رئيس نادي صحم. ابو عبد الله بيعطينا بعض التفاصيل او رايهم يعني ايش اللي صار بالضبط. ابو عبد الله صباحك الله بالخير. صباح النور. السلام عليك يا حميد. السلام عليكم الاخوان الموجودين معك في الدكه. حياك الله. يعني ناخذ الكلام من طرفكم، وانتم اللي ارسلتوا رساله للرابطه في موضوع من التحفظ على بعض النقاط، هل ممكن تلخص لنا بس ايش اللي صار بالضبط في مباراه صحار وصحم، وامتعاضكم من بعض الاشياء اللي صارت،
وجودك انت في المدرجات يعني على يمين المنصه وليس في المنصه حيث يعني عاده يجلس رؤساء الانديه. اخي العزيز، تلقيت اتصال من مدير الفريق الاخ ايمن على ان تلقى اتصال من مراقب المباراه او من الاداره الاخ عبد الله المقبالي على ان المراقبين خصصوا 4 سيارات لمداخل المنصه الرئيسيه. أربع مواقف. المراقبين مين المراقبين؟ والله الأخ خالد المقوي عم أعتقد. لا يعني مراقبين المباراة قصدك؟ مراقبين المباراة. إن الاتحاد اليوم في هذه المباراة وضع بعض الترتيبات من ضمنها الترتيبات أن المباراة اليوم بتقام من مقترح تذاكر المباراة بتكون فئة ريال، فئة ريالين، فئة 5 ريال. وأيضا مواقف السيارة عند المنصة مسموح لها أربع سيارات. لصحم لصحم نعم. اوكي، بلا شك انا من خلال تلقي هذا الاتصال. المقاعد اوكي، تذكرت مواقف سيارات والتذاكر. وبالنسبه للمقاعد ما اتكلم عن المقاعد اذا كانت 10 او 5 او 7 احنا ما شفنا المقاعد. طيب، هو شيء بديهي اذا كانت المواقف المخصصه للسيارات شيء بديهي انه بيكون ايضا نفس الشيء للمواقف ايضا للكراسي المخصصه. لا يعني بنفترض ان السيارات الاربعه فيها 10 اشخاص عادي ممكن يعني ما لازم. طيب كل واحد يجيب سياره. احنا خميس نحن اتصلنا تليفون بالاخ سعيد عثمان، واتصلت ايضا بالاخ الامين العام، واتصلت ايضا بالاخ هشام العدواني مدير الرابطه، وبلغناه على ان مدير الرابطه ان اللوائح تقول على ان الثلاث فئات ما موجوده. صحيح، فئه ريال، فئه ثانيه ما تتجاوز عن 10 ريال، 5 ريال، 7 ريال، 8 ريال، اي حتى 10 ريال، الاخوان في نادي الحار هم اصحاب الارض وهم ايضا يقرروا التذاكر. نعم. وبلغناه على ان كل المباريات اللي تقام على المجمع، نحن لعبنا مع الاخوان في نادي البطار، ان المواقف المجمع يتسع ل 70 سياره. واعضاء مجلس الاداره مسموح لهم دخول 10. فرجاء انكم حطوا، ما يمكن انا اخلي اعضاء مجلس الاداره برا واني انا ادخل داخل. اوكي. فللتذكير كتبنا لهم رساله وتم الاتفاق على ان الموضوع محلول وانهم بيتم التنسيق مع الاخوان. هذه الرساله اللي عرضناها هذه قبل المباراه. هي قبل المباراه. رسلتوها انتم قبل المباراه. بعد ما استوى الكلام. نعم. وعلى ان الواحد اثنين ثلاثه في الاجتماع الفني اللي استوى معاهم. نعم. بلغناهم برساله رسميه ان هذا فيه تجاوز اللوائح. طيب، وتم الاتصال فيهم ايضا. اتصلت انا بالاخ الامين العام والاخ هشام والاخ ياسر الرواحي وتفهم الموضوع وقال الموضوع احنا بنحله. وفكرت عن المكالمه، اتفاجئ قبل المباراه ان الاخوان اعضاء مجلس الاداره ما طلعوا يدخلوهم البوابه الرئيسيه للمحصول للمنصه. ومنعوهم من الدخول، قالوا لهم بس باقي موقف واحد او دخول سياره واحده لرئيس النادي. يتفاهم معهم، قالوا لا نحن مبلغين من الاتحاد ان هذه الترتيبات هم اللي مبلغينهم الاخوان في المشرفين على المباراه. من المشرفين على المباراه؟ جينا على الاخوان الاداري في نادي الحار، قالوا نحن اليوم ايضا نفس الشيء الاداريين مطلعين برا. يعني الحال على الفريقين يعني. ما حسب كلامهم. نعم. فجيت انا وقفت سيارتي برا في المواقف، وايضا على اساس ان الاخوان موجودين شرينا تذاكر بفئه 5 ريالات. وايضا دخلنا بتذاكر مباراة. اوكي. وتواصلت مع ياسر 10 مرات باتصال تليفوني. ما تجاوب معي، ما اتصل. واتصلت بالاخ هشام. يا الاخ هشام هذا اللي حاصل 1 2 3. قال بيجيك الاخ المنسق الامني شهاب الحراسي. نعم. الاخ الشاب جاني يعني عند البوابة بس شافنا ان نقطع تذاكر، لا تكلم معانا ولا قال انه بيحل الاشكالية ولا في شيء. خذينا تذاكرنا ودخلنا والتقيت مع ياسر. قال لي تعال بتجلسوا على المنصه، قلنا لا نحن من دام الموضوع من البدايه احنا جالسين ساعه كامله برا على الاخوان اعضاء مجلس الاداره، فنحن بنفضل نجلس على المدرجات. ما الاخوان في نادي الصحار، بالعكس نادي الصحار رحبوا بنا ورتبوا الامور، لكن المباراه مداره بالكامل من 7 اشخاص من الاتحاد. المباراه بالكامل مفاتيح من المجمع، البوابات، ما يشبه ذلك. الاتحاد ماسك الزمام الامور. فحاولنا نحل الموضوع، حاولنا ان نرتب نقول يا اخوان هذا اعضاء مجلس الاداره اللوائح تسمح انهم يدخلوا، المواقف فاضيه فما يستوي، ما فيها اشكالات، لا تزعج الامور، لا. فبغينا نتوصل الى حل، هم الاخوان مصرين على انهم يمشوا القرار اللي عندهم. هذا القرار من وين؟
لوائح ما تعطيهم هذا اللوائح او ان مين هم الاخوان المصرين قصدك المراقبين المباراه؟ مراقبين المباراه كم مراقب؟ ثمانيه. ثمانيه وايش المراقبين؟ مراقبين المباراه؟ كاس العالم هذا ايش؟ ثمانيه عندك لوعدهم يعني لا ما اعرف انا مغير ذكر اسماء مغير ذكر اسماء اي يعني هم يجيوا المباراه ما لها داعي اصلا المباراه طلعت يعني صحن وصحار وصحن بيلعبوا عاد كم موسم صار لهم بيلعبوا ما صارت هاي الاشكاليه ولا في اي اشكاليه وما في اي شيء يعني ما عندنا اشكاليه اذا كانت الامور هي امور تنظيميه لكن يعني حتى مفاتيح الابواب ماسكينها هم الاشخاص مفاتيح المفاتيح الابواب اللاعبين بغيت ادخل مع اللاعبين مقفول عليهم عند المراقب طبعا انت ما تتكلم عن صحار واداره صحار الان لا 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 يعني هم ما كان لهم هذه الاشياء ما هم اللي عملوها لا ما بالعكس نحن تلقينا معهم كل ترحيب والاخوان في نادي صحار حاولوا جاهدين على ان هذا الوضع ما قابلين فيه ولكن الامور هي مدار المباراه من قبل الاتحاد نحن نسال الحين اليوم هم الحين يريدوا يطبقوا نظام التراخيص معطين الانديه حق الاستضافه ومعطين الانديه ايضا انهم يبرزوا ايضا والمحترفين في لوائح يعني في لوائح عندك انت المنسق الامني موجود في النادي عندك المنسق المباريات في النادي عندك منسق عام المباريات في النادي فيعطوا الانديه حقها واذا كان النادي مخالف وولينا النادي ما استطاع ايضا في عندهم لوائح انهم يخالف في مخالفات على الانديه لكن نحن يعني ما حصلنا تساعد ايضا من الاخوان المشرفين على المباراه ولا حصلنا تجاوب على الاتصالات وهذا اللي حصل يعني هذول يمارسوا دورهم كمراقبين المباراه حتى في موضوع التذاكر حتى في موضوع التذاكر وماسكين مفاتيح البوابات الدخول وحتى في دخول البوابات المفاتيح موجوده معهم نحن الحين ما يعني الاخوان في نادي سحار انا اقول لك ما يعني ما بدر منهم اي شيء ولا حتى بالعكس يعني كان دورهم ايجابي وحاولوا معاهم قصار الجهد ان الموضوع هذا مستائين منه والاخ حميد الجابري حتى الاخ حميد الجابري قال انا اصلا متفاجئ في الوضع اللي استوى فيه هذا المباراه نحن نسال على المراقب او ايضا المنسق الامني من وين جاب هذا النظام والقانون يعطينا اياه يعني نحن نلعب الحين سبع سنوات او ثمان سنوات على المجمع ما شفت اللي حصل في مباراه الامس ورسلتنا الحين تتداول هذا رسلتنا قبل المباراه نعم اخذت يعني نحن راسلين هذه الساعه تقريبا ثنتين الظهر وانتم اخذتوا تذاكر دخلتوا بتذاكر للمباراه اي نعم اخذنا الحين اعضاء مجلس الاداره بالجميع اخذوا تذاكر ب 5 ريال بس في كلام انه ما في تذاكر بريالين يعني بريال او بخمسه يا استاذي هو كان المقترح 3 ساعات وبعد ما ابدا النادي عدم موافقته جاء اتصال على انه بقت على ريالين على فئتين ريال و5 ريال يعني النادي حل الموضوع نادي صحار معناها قبل المباراه يعني قبل المباراه يعني نادي صحار حل موضوع التذاكر انحلت المشكله ايوه من قبل نادي صحار احنا نقول لك المشكله ما بسببها نادي صحار تلبها المشرفين على المباراة من قبل الاتحاد والله طيب طبعا بعد المباراة أنتم ما صار أي متابعة أو شيء في الموضوع ولا انتهيتوا بالنسبة لكم لا نحن تقدمنا برسالة موجودة عند الشيخ رئيس الاتحاد وطالبين فيها أيضا نحن بعض التفاصيل واليوم كنت لقيت اتصال من الشيخ رئيس الاتحاد ننتظر نحن ايضا ما نريد ناجج الامور وانا عارف ايضا لا هذه جوانب تنظيميه يعني ما لها علاقه بالتاجيج المفروض تكون طبيعيه وعاديه يعني معروفه انه كل واحد يعرف ايش اللي له واللي عليه ما يحتاج يعني صحيح لكن هو قضيه المراقبين الان لا في اي شيء ونحن ايضا نشكر الاخوان في اداره نادي صحار على التساعد وما بدر منهم الا خير وايضا نبارك لهم على نتيجه المباراه نتمنى التوفيق لجميع الانديه ونتمنى ان شاء الله تكون الانديه تظهر بمظهر طيب ابو عبد الله السؤال بس يعني من سيف انا بساله عاده هم الان قلت لي مخسر 4 مواقف مثلا طب واضح ان للفريقين صحيح؟ يعني 4 للصحار و4 للصحن مثلا ولا بس للصحن 4 مواقف؟ والله شوف يا استاذ خميس انا عن النادي اللي انا تلقيته انا ما اعرف طيب في نادي انت تعرف التفاصيل نادي صحم قالوا لي 4 مواقف دخلوا الاخوان الجهاز الفني والجهاز الاداري 3 مواقف وبقى موقف واحد قالوا رئيس النادي الاخوان اعضاء مجلس الاداره 9 موجودين برا اقصد اللي خلف ما ممكن ان انا ادخل زي ادخل في الاخوان يعني خلف هذا اللي خلف المنصه مباشره يعني قريب من المنصه ايوه ونحن ايضا ذكرناهم برساله وهم وعدونا ان الموضوع محلول وما صار شيء طبعا انت تضع اللوم الان على الرابطه وعلى المراقبين لاداره المباراه
امام الصحاري، ما لك علاقه باداره الصحاري، انت ما تكلم عنه، تكلم عن الرابطه وعن ادارتهم للمباراه. طيب ايش دخل الرابطه باداره المباراه هذه يعني؟ ترى انا روح احنا مستغربين اداره المباراه للفريق المستضيف. طبعا حسب هو على عندهم الاخوان هم لهم الحق في وضع ترتيبات المباراه. لكن اللي حصل في مباراه الامس مخالف تماما. بس انت والله لو خذيت كل الامور تدار من قبل الاخوان الموجودين من الاتحاد، 8 اشخاص موجودين، لو وعدهم بالاسماء موجودين عندي حتى في رساله نوجه لرئيس الاتحاد 8. ليش هم يعطون فلوس وايد كثيره؟ يعطون احنا فلوسنا في الانديه بدل الثمانيه الموجوده. مراقب المباراه هو اللي يحدد هذا الجواب. لا بس طبعا مراقب المباراه هو المسؤول عن كل هالاشياء. بغض النظر عن الناس اللي موجودين. لا بس مراقب المباراه ما بيروح يقول لك اعطوا مواقف. استنادا على ايش؟ هل الاتحاد غير مثلا النظام بحيث انه يحدد هذه المواقف في صحار تحديدا فقط لظروف معينه؟ الحين انا كنت اريد اسال عدد المواقف اللي في انا ما زلت اسال يعني سؤالي، المواقف اللي خلف المنصه انا ما اتذكر زين، هل تشيل عدد كبير من السيارات؟ لان في مواقف اخرى مع المدخل هذيك المواقف يعني العامه، هذيك المواقف اللي في المجمع أيوه لكن في الداخل يا استاذ سيف. نعم عدد المواقف اللي تفصل في في اللي المنصة. خلف المنصه اللي خلف المنصه تقريبا ما يعادل 70 سياره سواء قريبا او 60 سيارة او 40 سيارة، ما يقل عن 40 سيارة. 40 سيارة يفترض يعطوا، ونحن كل المباريات كل المباريات دائما يلعبوا مع بعض يعني. أيوة اذا 70 انا ما متأكد يعني صراحة ما مباراة ما الا مباراة صحار، احنا لعبنا مع صحار وكانت مباراتين موجودة، مباراة صحم وظفار ومباراة ايضا نجيس وصحار في نفس الوقت. صحيح وصلت فيها اشكالية. طيب يعني ما اول مباراة قام على هذا الاداري يكون في نفس المكان. ابو عبد الله ممكن يكون قرار فردي من المراقب هو اللي اخذ القرار من 80 احنا ما نحمل ادارتنا الاسحار. لا 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 فاهم ان الاسحار تو ما طرف في الموضوع، طالما الاتحاد دخل الاتحاد مثل مراقب المباراه. قرار فردي من المراقب، قرار فردي مراقب من المباراه. ولكن طيب السؤال هل منح يعني هذه الصلاحيه المراقب؟ بنشوف يا اخي، شوفوا الاخوان في الرابطه احسن يسال الاتحاد. طيب اسال ابو عبد الله عندي سؤال. ماشي وقت على السريع على السريع يعني بقوم بعدنا على السريع. خلي ابو عبد الله، خلي ابو عبد الله بعد الجوله الثالثه من فضلك، انا عارف سؤالك. ابو خالد ادخل فنيا انا ما اريد ادخل فنيا. طيب طيب شكرا لك لك عادل فارس رئيس نادي الصاحب، شكرا جزيلا. وسجد احنا نتكلم في موضوع بتروح تودينا على الفريق وعلى ما فريق، احنا ما نريد الفريق بعد الحين. بعد ثلاث مباريات نحن متفقين بصقل، لا تنسى الاتفاق. طيب الاخ هشام العدواني مدير الرابطه موجود؟ ايوه. طيب صباحك الله بالخير يا ابو سالم. صباح النور، حياك الله. مرحبا وسهلا. حياك الله يا حياك الله. مرحبا كثير وسهلا. ايش اللي صاير في الموضوع هذا بالنسبه لمباراه الصحار والصحم واحتجاج او تحفظ ورساله نادي الصحم الموجهه للرابطه قبل المباراه وما بعد المباراه ايضا؟ في البدايه طبعا احب امسي على الجميع الموجودين معك، واحب ايضا امسي على المستمعين والمشاهدين، واحب اشكر طبعا جميع الانديه طبعا تعاونها في انطلاقه الموسم الرياضي. صراحه بدايه طيبه من جميع الانديه وتعاون كبير لمسناه يعني خلال المرحله الجولتين الماضيات. نعم ايوه. فيما يتعلق يمكن في مباراه ايضا طبعا يعني اخص بالشكر ايضا اخواني اللي موجودين في الرابطه، اللي انا قبل ساعتين طالع من الاتحاد وبعدهم ما شاء الله موجودين. الله يعطيهم الصحه والعافيه. يعملون خدمه العمل والانديه حتى في فتره العيد كانوا متواجدين، اللي هي اجازه العيد، وجزاهم الله خير في 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 هذا الاعمال على اساس انه يسهلوا انطلاقه الموسم. جميل. والحمد لله بدانا، وهذا الشيء بالنسبه لنا هو المهم. نعم. ما يتعلق يمكن في مباراه صحم، انا ما طبعا ما سمعت الحوار، مش موجود امام التلفزيون. لا بس اطلعت على الرساله وعادل اتصل فيكم. طبعا بالنسبه للرساله طبعا طلعت عليها، وايضا لاحظت ايضا انتشرت موجوده ايضا في كثير من المواقع وكذا، مع انه الرساله طبعا يفترض انها تكون للاتحاد، والاتحاد هو المعني طبعا. معلش هشام يعني ارجوك انك بس ندخل في الاجابه السريعه، يعني ما اريد شوي نغلف الاشياء، ارجوك يعني نغلفها لكن نعطيها. يعني ايش المشكله بالضبط؟ عادل يعني ما يتهم، عادل يعني متحفظ على موضوع اداره المباراه من قبل الاتحاد او الرابطه، وان 8 مراقبين 8 موظفين موجودين. هو شوف خميس بالنسبه لل لإدارة المباراة طبعا في نادي مستضيف يدير جوانب معينة من المباراة، وفي مراقب مباراة موجود يشرف على موضوع تنظيم المباراة بشكل كامل. فالمراقب طبعا عمل اجتماع الفني الساعة 10 صباحا في قبل المباراة في نفس يوم المباراة، وتم الاتفاق على كل الأمور المتعلقة بالنواحي التنظيمية. بعد ذلك عقد اجتماع تنسيقي ما بين الأمن وايضا رابطه او مجلس جماهير نادي الصحار
على اعتبار مجلس جماهير نادي صحار هو المكلف والمسؤول من قبل إدارة نادي صحار بتنظيم مسألة المباراة من دخول جماهير والأمور الأخرى. فأعتقد أن كل حد كان يقوم بدوره بشكل واضح. أعتقد التنظيم اللي هو يمكن يتكلم فيه الأخ عادل، والأخ عادل طبعا أكيد أنه يعني رجل يعني عنده أيضا مسؤوليات وعنده التزامات وعنده أيضا مجلس إدارة وعنده فكان هو يبحث أنه كيف نحن نسهل هذه المسألة ما يكون فيه 4 سيارات تكون موجودة، يكون أكبر من هذا العدد على اعتبار أنه يعني يسمح للجميع أن يدخلوا. فأنا طبعا تابعت الموضوع، اتضح لي أنه طبعا الأخوة طبعا في هذه المباريات أحيانا تكون فيها كثافة، طبعا مش أحيانا، هذا مباراة ديربي يكون فيها دائما كثافة جماهيرية. فمن باب أيضا شو اسمه التنظيم، لأن هذه المنطقة نفسها يدخلوا منها البي آي بي اللي هم أيضا تصدر لهم بطاقة أو تذاكر اللي هي الفئة الخاصة. طيب، فكان نوع من التنظيم في هذا المسألة كانوا سمحوا بأن يكون طبعا 4 سيارات للرئيس نائب الرئيس والمدرب ومدير الفريق وباص اللاعبين للفريقين لكل فريق. اي طبعا لكل فريق. طبعا الفريقين. طيب، فصار هذا التنظيم، كلمنا الأخ عادل تكلم في هذا الموضوع إن شاء الله ولا يهمك. هو كان أول شيء يعني اعتراضه على مسألة ليش تكون 3 فئات للتذاكر. طبعا انا تاكدت من الموضوع من المراقب، قلت له بالفعل انتم عملتوا 3 فئات؟ قال له هي 2 ريال و5 ريالات. هذا بالنسبه لموضوع التذاكر، حتى التذاكر اللي بيعت غير الاتفاق هي بهذه الطريقه 1 ريال و5 ريالات. فاعتقد انه ما كان في مخالفه في هذا الموضوع. الموضوع الاخر، الموضوع المتعلق بالسيارات، انا قلت حل احد راح نحل الموضوع وراح نسمح للاقوى اقام الاداره بالدخول، وتأكد انه احنا راح يعني نسهل العمليه ما عليه اذا هو اتفق وحاول ينظم مراعاه لمجلس الاداره وعملهم التطوعي وكذا. راح ايضا احنا في الموضوع من خلال وجود التقنيين يقول جو ما تكلم شيء مثل يعرفوا منهم اعضاء مجلس الاداره عشان يسمحون لهم بالدخول. الاخ عادل كان يعني كثير ممكن نزعج قبل المباراة وكذا، فما تقبل. فقلت أنا هذه حلول نحن نطرحها على أساس أنه أيضا نحن نمشي الأمور وتكون الأمور ماشية بطريقة سلسة. قال لا أنا بطلع وأيضا بأخذ تذاكر على حسابي وبدخل مع الجماهير. قلت لي عادل أنت رجل قائد وأنت الآن يفترض أنك تكون الحين شوي كول على أساس أنه يكون أيضا طريقة ما يكون. قال لي هو كان شوي نوع ما يعني يمكن منزعج بشكل كبير. بس أنا حاول طبعا بطريقة أخرى. بس هو يقول مراقب الأمني والمنسق الأمني مر عليهم وشافهم ما كلمهم وهم يقصوا تذاكر. لا هو يقول كلمت هشام وهشام رسل شهاب. أيوة أنت رسلت المنسق الأمني ما كلمنا وخضينا تذاكر. وأن شهاب جاء يشوف يطالع فيهم يعني ما نكلمهم حسب كلام الأخ عادل. والله شوف يمكن الأخ عادل يمكن يعني لأنه كان في ذاك الوقت منزعج. أنا حسب الكلام اللي وصلنا أيضا من المنسق الأمني بعد ما كلفت بهذا الموضوع قال لي إنه أنا رحت والأخ عادل كان ما قبل إنه يعني يدخل وقال راح أقطع تذاكر بنفسي وأروح ويقول خلاص قلت له براحتك وتركه يعني يقول أنا ما حبيت أدخل معاه في كلام وكذا فتركته وكنت موجود. حتى أرسلت أيضا هناك كان موجود الأخ ياسر الرواحي أرسلت يتابع الموضوع بحيث إنه يعني يكون إيش اللي صاير وإذا في شيء ممكن يسهلوا حاول تسهلوا العملية. ما نريد شيء يعني نغط المباراة خارج الملعب يعني داخل الملعب خلاص الأمور كانت ماشية بشكل جيد. بالنسبة للمقاعد حسب الله 10 مقاعد لكل فريق لكل نادي. نعم 10 والتزم نادي صحار بهذا الموضوع وفر 10 كراسي كانت موجودة في المنصة الرئيسية. بس طبعا الأخوان في نادي صحم ما قبلوا انهم يدخلوا ورغبوا انهم يدخلوا في التذاكر. هذا اللي صار يعني. طيب ايش حكايه 8 هذه اللي في الملعب يعني من رابطه مراقبين ومنسقين ايش هذا بعد؟ والله شوف يعني اولا طبعا احنا تكليفنا المباشر يكون لمراقب المباراه 8 ما ادري كم هذه الاخوان كانوا موجودين متساعدين ومتعاونين
مع الرابطه بمساله التنظيم، لكن ما مساله انهم كلفوا بشكل مباشر انهم يكونوا كلهم موجودين، لا كانوا موجودين للتعاون فقط وتسهيل المهمات. هذا الامر يعني هو الكلام ان الرابطه ادارت المباراه، ايش هذا الكلام؟ انت يعني المقصود فقط ان المراقب على اعتبار ان المراقب هو اللي ادار يعني المسؤول عنها، النقاط المسؤول عنها فقط، يعني قد فسر بهذا المعنى ان والله الرابطه هي اداره المباراه؟ لا، هو شوف يعني انا اعتقد ان الرابطه قامت بعملها اللي المفروض تقوم به، لكن فيما يتعلق باداره المباراه، تذاكر المباراه، بيع التذاكر، تسهيل دخول جماهير عن طريق الامن والاخوه في نادي الصحار، فيما يتعلق بملتقطي الكره، فيما يتعلق بحاملي النقاله، فيما يتعلق بالضيافه، هذه المسؤوليات المتعلقه بالفريق المستضيف، واليوم نادي الصحار قام بهذه الامور كلها يعني. فاعتقد انه هذه ادوار النادي المستضيف في هذا الجانب. وما اعتقد انه كان في يعني ما شعرت انه في تدخل. انا كنت في المباراه الاخرى اللي هي كانت على ملعب استاد سيلمس، مباراه تمجيس والشباب، وكان الاخوان موجودين في الصحار يعني لمتابعه هذا الامر، ما شعرت انه في تدخل يعني في الامور هذه يعني. تجي مكبرات طيب. الصوت كيف دخلت البطاريات؟ مكبرات الصوت ترى ممنوع مكبرات الصوت في فيما يتعلق اذا في موضوع بطاريات. وايضا احنا بغينا تعليق اكثر بصراحه على موضوع الماء، يعني الناس تدخل الملعب ناس والله شوف ابتلاها الله مثلا واحد عنده مرض السكر يعني يحتاج يشرب عصير يشرب ماء، ما يصير انه استخدام مايك واحد اليوم يعني اي واحد خالف المايك ويقول مايك الشروط والقواعد. المخالفات المالية اليوم بدأت تنتشر يعني وراحت لكثير من الأندية على ضوء تقارير لوردتنا من المراقبين، وفي كل ما يتعلق في المخالفات اللي حصلت أثناء المباراة اللي هي تجاوزت الشروط والقواعد تم إرسال عقوبات للأندية. لا طيب أتكلم عن موضوع ماء الشرب أيضا بالنسبة للجمهور ممنوع ماء الشرب. والله ما هذه الامور المتعلقه بالاخوان في الشرطه يعني هم الادرى وهم اللي يسمحوا وما يسمحوا، هذه يعني شغلات موجوده معاهم بشكل يعني واحد الحين بيروح يشوف مباراه في الحر يا هشام بعد حتى ماي ما ياخذ، يعني في حلول يا اخي كثيره في الموضوع يعني، حتى ولو مع الاحترام للاخوان في الامن وحساباتهم الخاصه بهذا الموضوع، لكن ترى بعد في واحد يريد يشرب، في طفل، في واحد مريض ما صاحي مثلا يريد يحضر مباراه يشرب ماي. ابو خالد واحد في تسجيل صوتي واحد قال حتى ما يطلعونا، ما طلعونا في المباراة بالتحديد، ما طلعونا من المدرجات، قالوا ما حد يطلع. ما حد يطلع من وين؟ من المدرجات، ما حد ينزل يروح، ما حد يطلع من المدرج ويطلع من الباب. بين الشوطين. بين الشوطين أو. بين الشوطين. أعتقد. حسب والله التسجيل. والله يعني ما عندي يعني فكرة إيش اللي صار، لكن طبعًا نحن الأخوة في الشرطة دائمًا هذا يعني عملهم فيما يتعلق بالجوانب الأمنية. ايش دخول وايش مثل يسمحوا وما يسمحوا، لكن ايضا احنا عندنا ايضا هناك مساله متعلقه بكيفيه الجلوس الان من الحاجات اللي احنا نشعر فيها انه في ملاحظات اليوم الجماهير مثل ما تفضلت اليوم يريد يدخل في الجو هذا الجو الحار يكون عنده ماء يكون عنده شيء على الاقل يرطب الجو على الاقل اللي هو موجود فيه. فاعتقد ايضا بتكون عندنا مع الاخوه الاعزاء في الشرطه على اساس ايضا ناقش هذا يعني على الاقل في شويه حلول التسهيل. ممكن تكون ايوه في ممكن تكون لا حلول لا 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 نحن نسعى للامانه لان نحن نسعى لوجود اكبر عدد من الجماهير. أبو أستاذ هشام لو اسمح لي بس أنا بدخل عرض كذا أول شيء بس صباح الخير لأن بعد عندي موضوع موضوع ثاني. الماي يعني أبسط ما يكون في اللي هي الأكواب البلاستيكية والأكواب الورقية في أوروبا في كل دول العالم حتى تحط تكب برا قبل لا تدخل تمر في المدرج وتحط الماي جنبك يعني لأنه حتى لو بغيت ترمي أصلا ما يوصل للملعب الخوف من العلب هي اللي البلاستيكيه المغلقه اللي ممكن ترمى يعني رفقا بالجماهير شوي مش بالقوارب يعني اعتقد هذا ممكن انتم تخبروا فيه حتى ايش اسمه يعني مع الاخوان في الامن ممكن يعني التعامل مع الموضوع بشكل شوي يعني يسهل موضوع الجماهير ويسهل دخول الجماهير ويسهل وجود الجماهير في المدرجات. طيب ربنا ربنا يسهل. عندي ملاحظه بس ابغى اقولها للاستاذ هشام معلي ثواني بس ما باخذ وايد استاذ هشام بس ملاحظتين عندي. ملاحظة الأولى موضوع المواقف إذا كان سابقا يتم العمل على أنه كل إدارة صحار أو إدارة النادي يلعب في مجمع صحار سواء إذا كان صحار مستلم الملعب ولا صحم ولا مجيس أو السويق
طالما ان كانوا ذيل الناس متعودين يدخلوا بعدد سيارات كبير المفروض كان يسمح لهم من قبل المراقب وتمرير ذا الموقف برساله ملحقه. لا يعني هل طلب الامن هذا الموضوع طلب من الاخوان في الامن ولا من يعني المراقب؟ يعني يعني الاخوان ايضا اللي عندكم في المراقبين جزاهم الله خير قائمين بدور وتنظيم وجيد، لكن اليوم انا عضو مجلس اداره مع كل احترام والتقدير، مجلس اداره كم 7 أو 9 ولا 9 انا ما اتذكر. بنجيب سيارتين ثلاث يا اخي. لا ما مشكله، لا حتى لو جاء 9 كل واحد بسيارته يعني ما اعتقد قضيه. ما اول مره اذا كان نفترض انه 40 موقف موجودين في الخلف، اعتقد اعضاء مجلس الاداره اقل شيء على جهدهم ذي الناس اللي اشتغلوا في هذا الانديه يعني انهم يدخلوا بسيارته. عاد هو حر يدخل بسيارته ولا ما يدخل مع ربيعه، هو حر، هو يحدد للي عنده التذكره بيدخل حاله سياره يعني. لكن يمكن الموقف نحن ما نريد اليوم نكون مع الاتحاد ضد الانديه ولا مع الانديه ضد الاتحاد، احنا نكون وسط نعمل حلول، لان هذا البرنامج من ضمن الاساسيات ان يضع حلول وحل اشكاليه ليس اثاره مشكله. هذا شيء مهم جدا يعني. وايضا الموضوع الاخير اللي بغيت اقوله باستاذ هشام، الناس المنظمين اللي تفضلت فيهم اللي موجودين سواء حتى كان بصفه وديه جايين مع المراقب ولا شيء، احنا يمكن عشنا في بطولات اسيويه وراقبنا ورحنا وشفنا بطولات خليجيه، هو المراقب فقط الوحيد اللي يحضر، حتى لما نحضر هني مباريات نحن من الاتحاد الاسيوي يحضر معنا، وانتم ادرى استاذ هشام يجي واحد مراقب فقط يعني. عفوا يعني عدد سالم كبير، ما في شيء اسمه والله جايين ربعه وممكن يساعدوه، ترى احنا ما جالسين تو الحين في صندوق يعني الزكاه. نريد الامور تنظيميه، نريد نساعد ما بعض يعني ما في شيء اسمه يعني مراقب والله جايين ربعه كمين واحد ممكن يساعدوه يمشوا مع المباراه يعني. يعني لازم توقفوا انتم كرابطه ايضا المراقب يتحكم يعني. اوكي في مراقب وفي منسق كاملين للمباراه، مقيم مباراه مراقب نعم، في منسق عليه. اما والله خاطفين الربع عليه ممكن يمروا الملعب ويساعدوه مباراه فيها ضغط كبير. لا هو محددين بخالد، ترى في منسق اعلامي لكل نادي، وفي عندك وفي اللي هو المنسق اللي هو مثلا نادي صغار، منسق الاداره وش يسموه استاذ هشام، منسق عام، منسق العام يعني. هذا اعتقد مع المراقب مع المقيم هم العدد اللي ممكن شو اسمه يسيطر على هذا. بس ملاحظتي فقط من باب انه لانه في اشكاليه حتى في الدخول. لا ملاحظات لا لا بس اللي بغيت اقول لك فكره الحين حتكلمنا امس ابو خالد استاذ هشام عشان تكون انت مطلع، مخالفات اللي ممكن تحصل من بعض الجماهير لو تدخلت الرابطه عند البوابات وجات مخالفات من الانديه، اذا المرابطه واحده مسؤوله بتكون عن قضيه الحدث اللي يقوم فيه الجمهور. لانه ممكن احنا قلنا وعطينا مثال، ممكن ابو صقر يعني تدخل قال يمكن يجي واحد يا اخي جالس من المباراه الاولى ويرمي لك علبه مثلا، من اللي بيتضرر؟ بيتضرر النادي هذاك يعني. فهذه ايضا شويه جزاكم الله خير على دوركم، وانا عارف انت قايم بدور كبير وانا عارف مسؤوليه كبيره عليك استاذ هشام، لكن هذه الاشياء ايضا الاخوان المراقبين اتمنى انهم شوي يلاحظوها يعني ينتبهوا عليها اكثر شويه. طيب. لا اكيد اكيد اكيد. بالنسبه للملاحظات يمكن ذكرتوها ابو خالد وابو حمد، اعتقد ايضا هذه الملاحظات احنا دائما يعني اليوم موضوع المتعلق بتسهيل دخول جماهير، انا بالنسبه لي كشخص متبني هذا الموضوع، لان اليوم انا اشعر وجود الجماهير وكل وتوفير كل سبل الراحه لهم يخليهم يحضروا ويكونوا موجودين، وبالتالي يعني ينجح المسابقه. هذا الشيء احنا حسابنا فيه بحيث انه نجلس مع الاخوه خلال هالفترة القادمة في الشرطة، وأيضا جلوس على أساس أنه نشوف إيش ممكن نحن نعمل لتسهيل هذا المسألة خلال موسم كامل. طيب. بالنسبة لموضوع العلب وموضوع هذا أيضا نحن أيضا بناخذ بالاعتبار في كيفية توفيره بطريقة أيضا ما فيها ضرر أثناء المباراة. بالنسبة للأخوة المراقبين مثل ما تفضلت أبو خالد، هم يتعاونوا ولكن كل واحد له دور، ودوره هو موجود في الملعب. التعاون قد يكون ممكن قد يكون اجتهاد، وانا دائما انا اقول لهم الاخوه اشكركم دائما على الاجتهاد واجتهادكم طيب، بس اتمنى الاجتهاد ما يكون يعني شيء يعني قد يضر بالعمل نفسه بكثر ما يفيد يعني. وايضا اذا اجتهاد اتمنى انكم تكلموني فيه قبل لا تتخذون اي قرار فيه، على اساس انه انا ساند هذه المساله، واذا كان في موضوع انا ارى انه ما يتناسب انا بتحمل المساله، ما عندي اي مشكله في هذا الموضوع. طيب. فالاخوان الامانه يعني متفاهمين بشكل كبير، والملاحظات تاكدوا يعني اللي الحين تردنا ناخذ فيها. وموضوع انه مثلا مع الاتحاد او ضد الاتحاد، بالعكس انا اليوم اشوف انه في تكامل الحمد لله ما بين الانديه وما بين الاتحاد وما بين الاعلام، والكل يتكامل من اجل انجاح المسابقات والحمد لله رب العالمين. طيب يعني انا استغل وجودك معنا الاخ هشام العدواني مدير الرابطه، في رساله في انديه طلبت من الاتحاد وعن طريق الرابطه في رساله، بس ما ممكن نعرضها للشباب، بس ما اعرف بموقع بمين، من عندكم ولا من الامانه العامه،
رسائل الأندية الخاصة بالإنذارات والإيقافات. الأندية بعض الأندية طلبت منكم يعني سجل بعض اللاعبين هذيلا، هل عندهم إيقافات، هل عندهم إنذارات من الموسم الماضي؟ هذه الرسالة واضحة على الشاشة، لكن الرد اللي حصل والله أن نظرا لصعوبة الحصول على هذه البيانات، هذا الرد اللي صار، ونظرا للانتقال للنظام الإلكتروني، وأن طلبات اللاعبين هالمرة في التسجيل هي عاملة ضغط على هذا، وأن إجازة العيد، وبالتالي عدم تمكن العاملين بالرابطة من الرد وتوفير هذه البيانات في الوقت الحالي، فنتمنى من الأندية السعي لتوفير تلك البيانات والتأكد من خلال مدراء الأندية المشاركين والذين من مهام عملهم رصد ومتابعة تلك البيانات. مثل ما هي واضحة الرسالة هذه، أعتقد من عندكم لل أي طبعا للمدير المسابقات وأيضا بيعاز مني أنا. إيش اللي صار؟ يوم الأربعاء والخميس اللي هو كان تاريخ 15 و16، اللي آخر يومين كان طبعا في الدوام، آخر يوم كان 16 قبل إجازة العيد، وردتنا كل الرسائل بما يتعلق بتسجيلات اللاعبين للأجهزة الفنية والإدارية وأعضاء مجلس الإدارة، وأيضا جت رسائل متعلقة بالإنذارات في نفس الوقت. الآن يعني حجم العمل، مع أن للأمانة إحنا أيضا كإيجاد حل لمسألة دائما يعني تعترض الرابطة في مسألة التسجيلات الضغط اللي يصير، إحنا السنة هذا جبنا أيضا متطوعين كانوا يعملون معنا في غرفة العمليات عددهم 8، مع ذلك ما قدرنا يعني حجم الضغط اللي صار في خلال يومين. للأسف كل الأندية جتنا في آخر يومين يريد يخلص كل الأمور، فصار موضوع أيضاً رجوع إلى الإنذارات. طبعاً النظام السابق عندنا اسمه FMS، طبعاً لما انتقلنا لهذا الموسم إلى نظام CMS والفيفا كونكت، هذا طبعاً النظام السابق توقف، فبالتالي الآن عشان تطلع الإنذارات لازم ترجع للعمل اليدوي، بحيث أنه تطلع كل المباريات وكل تقارير الحكام من بداية أول جولة إلى نهاية آخر جولة، أكثر من 182 مباراة، وتجلس تشوف الإنذارات لكل لاعب. أيوه بس هذه هذه مسؤوليتكم، الأندية ما لها علاقة في الموضوع، الأندية تريد بيانات، هذه مسؤوليتكم. انتقلتوا نظام جديد، نظام قديم، هذه مسؤولية الرابطة أن تكون البيانات موجودة عندها، الأندية تأخذها. يعني أنا ما عندي مشكلة، ما أعتقد يعني ما أعتقد أنه كان يا شيخ ما أعتقد أنه يعني رد جميل منكم، انه والله يا جماعه ترى هذا اللي صاير، وكل واحد مدير فريق يتصل بمدير الفريق الثاني عشان يستفسر من عن اللاعبين اللي يريدهم. هو شوف يمكن قد يكون انه الرد يعني كان لي انه ايجاد حل، يعني ما نقول يعني مثلا في نادي الامر لا ما عنده السلام عليكم، لكن كان هي الفكره انه ايجاد حل. لكن ابو خالد الان انا يعني لما نتكلم انت خلال يومين تريد كل شيء، الآن الفترة السابقة اللي كانت يعني خلنا نقول من بداية فتح التسجيلات، ولو خلنا نقول أيضا يعني قد يقول الناس انكم يا جماعة انتم ما بديتم من 1/7، بالفعل احنا ما بدينا من 1/7 لاعتبار نظام جديد، وكان عندنا ورش عمل نمر على جميع الأندية عشان تتعلم وتعرف النظام الجديد. 27/7 احنا فتحنا موضوع التسجيلات، الأندية بدأت تسجل بشكل حقيقي يا أبو خالد من بعد 10/8، خلنا نقول الأندية غير اللي هي أندية ظفار و عذرا النصر والسويق، على اعتبار انهم يعني اغلب الأندية هم طبعا هذه على اعتبار انهم مباراة سوبر، هذول كانوا قبل، لكن معظم الأندية يعني من بعد 10/8 بدأت تتوافد لنا طلباتهم بالتسجيلات المختلفة. فأيضا هي المشكلة اللي صارت، ولكن أيضا احنا عشان أيضا نحل الموضوع حاول أن نوجد بعض الحلول في هذا الجانب. ما أعتقد أنه يعني نحن قصرنا في جانب معين. والله يا أخي لكن بس احنا ما ندخل في النوايا، لكن والله أنا مدير فريق، واحد يسألني بقول له لا ما علي، يمكن ما أعرف، يمكن مدراء الفرق تغيروا، بروح أنا ويوهقه. أكيد طبعا يورطه، وهذه مسؤولية الرابطة مش مسؤولية مدراء الفرق أنهم يعطون للمعلومات هذه. طبعا مع كل الاحترام انه في ضغط والتسجيل اللي صار، لما تخاطبني لا ابو خالد لما تخاطبني بوقت كافي انا ممكن اعطيك البيانات الكافيه، وبالتالي يكون هذه المساله واضحه. يعني اليوم كثير من المخاطبات، تخيل انت تردك في يوم الاجازه، يعني في اجازه العيد، ومع ذلك للامانه تعاوننا بشكل كبير في انهاء تسجيلات لاعبين يعني موجودين في فتره العيد، وخلصنا امورهم بحيث انه تمشي المسابقات ونوع من التسهيل. طيب والمرونه مع الانديه، يعني لو افترضنا ان حاله يعني لاعب سين
عليه مشكلة واحتج النادي الآخر واحتج النادي الآخر أني عارفه يعرف أنه والله أنا أعرف صالح عليه إنذار أو عليه شيء حالة من الموسم الماضي مع نهايته والآن لعب موقوف مفروض ما يلعب موقوف أنا أستفيد منه هذا مشكلة تتحمل الرابطة بعدين هو بالمناسبة هذا قضية مش قضية الرابطة ولا هشام قضية اتحاد ياخذ أستاذ هشام ياخذ قرار بهكذا انتقال من نظام إلى نظام ما يكون فيه يعني مرجعة موجودة ما يكون مرجع يعني اليوم أنت لما تطلع بطاقة أنا متأكد هذه ما مشكلة الأخ هشام ولا مشكلة الرابطة الاتحاد لما ياخذ مثل هذا القرار لازم يكون متأكد لما يدخل نظام جديد أنت لما البيانات تتحول يا أخي هذه الورقة أنت جيت طلعت بطاقة للاعب من تسلم البطاقة بطاقة اللاعب للنادي تطلع معاه روشتة كذا فيها ويش انذاراته واموره وبياناته هو اليوم النادي من بيعطيك اصلا بيانات اذا مثل ما قال لك ابو خالد استاذ هشام يعني بصراحه هذه ممكن احنا تو نفترض بكره جه احتجاج انا ما اعرف كيف بتقعوا في موقف محرج صراحه جدا يعني الله يعينكم لان نعرف هذه مش مسؤوليتك انت ان الاتحاد غير نظامه وحتى لو غير النظام مفروض انه كان يوجد يعني اليه معينه للي صحيح ان في ضغط عمل وكذا لكن الحين لو نادي احتج فعلا اللاعب كان موقوف واللي استلم يقول لك انا ما عندي اي بيانات لا مدير النادي السابق اعطاني صحيح ولا اللاعب يذكر كم الانذارات اللي عنده ما يعرف موقوف ولا ما موقوف صراحه فيها احراج كبير يعني لا يعني كبير صراحه لا ايوه ما اعرف كيف بتعالجوها لو صارت احتجاج الحين ما في مشكله لكن لو صارت احتجاجات بكره للاعب موقوف مشارك مباراه هذه بتكون مشكله كبيره صراحه وهل فعلا بتقبلوا الاحتجاج المفروض ما تقبلوا الاحتجاج خلاص سووها كذا صدروا قرار من الاتحاد اللي ما خلص روح ما حاله شيء والله صحيح اتكلم المفروض لانه يعني الامانه ما دام غيرتوا النظام استاذ هشام لا تحطوا نفسكم في هذا الاحراج الصراحه يعني احراج كبير لا ان شاء الله ما يكون في احراج وايضا يعني بتكون في طرق ايضا نحن بنتبعها في مساله التعامل مع هذا كذا قضايا لو صارت يعني وايضا موضوع حتى النظام نفسه قد يكون ممكن يعني تطبيقا طبعا مش من الاتحاد التطبيق قد ياتي قد يكون سبب مثلا مش مثلا بشكل واضح الاتحاد الاسيوي ايضا تاخر في موضوع ورش العمل وارسال الشخص اللي هو بيكون موجود واللي جاء في تدريب العاملين على موضوع النظام الجديد وبعد ذلك بدنا انطلقنا على الانديه كلها فكان كل العمل يعني نوعا ما يعني اشتغلنا عليه طبعا بشكل تدرجي لكن تاخرنا في البدايه واسباب كانت مش في يعني استاذ هشام بس للتذكير نعم. النظام السابق لما تجي تحط بيانات لاعب موقوف يقول لك اكس ما يقبل تعمل عائلتك يقول لك لا الحين النظام كله مفتوح لكل اللاعبين النظام هو النظام اللي سوى اكس الحين انا ورث النهضه العام الماضي زين ترى هذا اللي اقول لك اياه صارت مشكله للنهضه العام الماضي الحين انا خوفي اني قدر الله تظهر مشكله والنادي اللي استلم يا اخي جات اداره جديده ممكن مدير الفريق راح اجي بسال مثلا عن اللاعب اللي جاي مثلا من نادي النهضه الى نادي مثلا ظفار انتقل الى ظفار نادي ظفار تغير رضا مدير الفريق لما يسال مدير الفريق قال لك ما عندي البيانات انا ما مسجل الاتحاد لاني معتمد على النظام السابق ادخل فيه ويعطيني اذا اللاعب موقوف ما موقوف اذا كان هذا النظام كله اصلا بخيره وشره راح كيف بتسوي يعني صراحه انا اقول افضل حل ابو خالد انهم يصدروا قرار ما فات مات ايوه لا صحيح كل العقوبات طيب. كل العقوبات صراحه بالنسبه للعقوبات اللي هي اللي بأثر رجعي من بدايه الموسم لا تحتسب العقوبه اليوم عملت عقوبه في جمهور اصدرت عقوبه في جمهور صحار والله اتوقع انه كان في عقوبه على على حسب القرار على حسبيه المباراه رقم 7 طبعا الاصرار الى مباراه نجيز صحار جمهور نادي نجيز ايضا على اعتبار انه في لفافات اللي هي كانت أيوة. طبعا في شوط القواعد اشعه الليزر والمرفقعات واللفافات الورقيه والدخان وهذا طبعا ممنوع وبالتالي كان موجود وبالتالي في المباراه مع الشروط والقواعد ترى هي المشكله يعني رغم كل الاجراءات هذه الامور دخلت الملعب دخلت المدرجات طبعا هذه الاجراءات مع الاخوه الجزام الاخير الاخوه في الشرطه هم كان طبعا موضوع التفتيش هم المسؤولين على مسؤوليه تامه واللي عارفه ما شاء الله هم حريصين جدا يعني كيف دخلت ما انا عارف يعني 2000 ريال يا سالم 2000 ريال 2000 ريال يا هشام مساكين لدي يا اخوي 2000 ريال ما شويه هذه طبعا يعني للاشاره بس هذه الصور المتداوله مثل اليوم في مباراه ظفار وكانت في مباراه صحار امس اعتقد ايوه هذه الالعاب الناريه هذه طبعا كلها ممنوعه فيها عقوبات وحتى اللفافات الورقيه اللي ترمى في الملعب هذه فيها عقوبات اي نعم هذه كلها موجود لان والله انا اقول امنيا في نوعيه من اللفافات اللي هي
اللي هي هذه لو تلاحظوها اللي تطلع على فوق وتكون يعني خفيفة هذه عادي، لكن في لفافات تلمع في الملعب جامدة وهي اللي تسبب أحيانا قد تؤذي اللاعب أو الحكم، وأيضا تعرق المباراة على اعتبار أن طبعا هذه لفافة كبيرة كورة معها مع اللاعب ولا شيء، فبالتالي هذه دائما فيها عقوبات موجودة. أبو أستاذ هشام بذكرك في شيء وتابعوه، بعض الجماهير تدخل قبل تي الصباح يسمح لها بالدخول في المجمعات تخلي اللي تريده. لا صراحة خلنا نكون صريحين، بيدخلوا داخل بيضموهن على جنب، واللي بيمر في الكوريدور اللي هو في الممرات بيحطهن على جنب في كيس انت ما عارف، الشرطة يوم يجي واصل متأخر بيوقف على الباب ما يعرف ايش اللي داخل، فهذه قضية انتبهوا لها صراحة، لأن أيضا حرام إدارات الأندية مثل هذا القرار يتضرروا منه صراحة. لا لا أكيد أكيد بالفعل يعني هذه المراقب دور يعني. المراقب هذا أستاذ هشام أكيد طبعا المراقب يروح يدور هي روح أيوة الجمهور أيوة الدرجات طبعا المفروض عرف يحدد مواقف سيارات عرف يحدد مواقف سيارات ما يعرف يروح ناس آخرين ويشتغل هو بموضوع آخر يا حين حين مواقف سيارات من اختصاص المراقب؟ لا هو مش من اختصاصه ولكن لتنظيم عملية الدخول في بعض الجوانب المتعلقة بالتذاكر والأمور هذه بالتنسيق مع الشرطة والنادي المستضيف. طيب هذا اللي صار يعني. طيب احنا بس نشكرك لأنه صار الوقت متأخر عاد، شكرا جزيلا. هشام العدواني محمد بفتح لك حلقة خاصة. لا لا هشام العدواني يعني الحين بتشوف الساعة عندك كم باقي؟ لا لا ما يخالف. زين كم باقي؟ أعطينا وقت أبو خالد. وين أروح؟ وين وقت؟ أعطينا وقت أبو خالد. شكرا لهشام العدواني مدير الرابطة. شكرا مدير رابطة الدوري المحترفين. أبو خالد تفضل. أنا بستعمل أستاذ الأخ العزيز طلال العامري. وباخذ الكلمة مالي اللي أقولها دائما. ليش التأزيم؟ دائما كان طلال يقول لك ليش التأزيم؟ سهل يعني الامور ايش 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 السبب في الاجراءات اللي صارت في المباراه؟ هل اداره نادي الصحار اشتكت منها ما قادر تنظم هذه المباراه دخول جماهير؟ هي منظمه السكسوال. لا لا لما اقول لك الحين ثمانية مراقبين وتحديد مواقف سيارات اربع، هل مجلس اداره نادي الصحار اول مره مثلا؟ هل اول مره؟ هل هذه مباراة نهائية؟ هل هذه مباراة فيه مثلا رد اعتبار؟ هل ما دولة بعدين دوري؟ هذه مباراة عادية جدا. جولة ثانية لسه. يا أول مرة في 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 في, في يمكن في بعد ما صار دوري المحترفين. يمكن أول مرة. ردة فعل على ما حصل مباراة مجيس وصحابه. ما صار شيء في مجيس. بالنسبة لا. ما صار شيء في مباراة مجيس. على الجمهور. لا ما صار شيء في مباراة مجيس. لا الجمهور. بالعكس. الجمهور كانت مباراة جميلة وشدنا بالهذا ما في شيء. لا 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 الآن صار حديث على إنه جمهور مجيس وهناك غرامات وهذه. طيب تحمل النادي مجيس أيوة صالح هذا اللي انت طلبته هذه ردة فعل هذه حكام قال لك احنا خلصنا هذه المباراة ايوه هذا الحكام دوري عمان كلنا احنا دوري محترفين احنا شوف بالله عليك ما محترفين وين السماعات وين السماعات كم قيمة السماعة انا اريد اسال كم قيمة السماعة انا ما اشتغل في السيب اليوم مباراة ها كم قيمتها هو يعرفها استشاري ترى فريقك ما تعرف كم شارنها انا مستغرب يعني دورات داخلية دورات داخلية مباراة وين هذه دورات شجع فريقك فيها 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 هذا عنده في سالفة هذا موجود يا أخي في حكام بنفسهم يشترون والله في حكام يشترون بنفسهم يشترون بنفسهم يكونوا معاهم حكام معاهم أعتقد يصرح لهم لازم لا مال تواصل يعني كم قيمة نحن كم قيمة الأجهزة هذه كم قيمتهم زي موجودات صالح العام الماضيين راح حتى خربت يعني اختربنا الموسم الماضي يقول لك المورد ما يابلهم إياهم من الموسم الماضي كأن يعني احنا كأن تفاجئنا بهذا الموسم بينطلق تاريخ كذا ما يصير يا جماعه يعني ما المفروض يعني اشياء تنظيميه يعني شيء عجيب غريب ليش التعامل مع مورد ما انت عندك في دائره التسويق عندك دائره ماليه عن طريق عندك اتحاد الاسيوي يعني مباشر بيجي يعني ليش ما يكون عندك اتحاد الاسيوي معروفين هم من يشتروا هذا الشيء بدون شريك مورد وبدون شريك شركه بدون شريك وسيط على اساس ناخذ يطبقون تقنيه الفار ويكون في مبالغ عاليه مش عليهم يعني بمبالغ عاليه على اساس الكحد يستفيد ليش هذه اللفه انا مؤسسات عمل مع مؤسسه مباشر وين المشكله ما في مشكله يعني بعد هذه المحتاجات الان احنا نتكلم على ابسط الاشياء ولكن ابو خالد انا اريد طيب انا الاتحاد عندي دقيقه انا مستوى ما مسألة تصاريح يعني مسألة انها موجوده الحين لا ما موجوده في مصر ابو خالد ما احنا ما موجوده في مصر ما موجوده في العالم كله انت موجود عندك الدوله اللي اختار بالعام الماضي قضيه هذه ممكن الحين احنا خلصنا ابو حمد ترى
بالحلقة حلقه هذا ابو خالد هو موجود عند الجوليه آه. الحلقه يا ابو الجوليه موجود ما يصير لا ما يصير اذا ما عندنا وقت لا ما يصير ما احنا متفقين نخلص الوقت نحدد الوقت اللي نتكلم فيه ثمانية مراقبين يا ريال عندك نص دقيقه يقول ثمانية مراقبين اقول بسرعه اقول اللي حاصل فوضى وين في 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 هذا الجانب لا في الرابطه ولا في التنظيم في الرابطه في التنظيم هذا فوضى انا اعتبر مع الاحترام لكل الاخوه في العمل ما في شيء اسمه اجتهاد الاجتهاد ما في شيء اسمه اجتهاد اجتهد في ترتيب امور بيتي اما في العمل عمل هذا 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 اللي انا اعرفه اما اذا مساله اجتهاد لا مساله اجتهاد ممكن اصيب ممكن اخطي اليوم طالما في حقوق اشخاص يجب ان دائما اكون اصيب ما اكون مخطي او ما اكون مقصر مع الاحترام لكل الاخوه ولكل الادوار اللي تغوب اليوم انا ما ممكن اخصص أربع سيارات لإدارة نادي أربع مواقف بجهازها الفني والإداري وبمجلس إدارته ما ممكن أربع سيارات ولا أربع مواقف هذا جانب وهذه ما بمسؤولية مراقب أنا في وجهة نظري هذه مسؤولية رابطة ومسؤولية تنظيم المسابقة اليوم أنا كعضو مجلس إدارة أجيب سيارتي ما بشرطي أن أنا أجيب سيارتين متكارسين خمسة بخمسة في كل سيارة في خمسة على أساس توفير المواقف في استاد مجمع صحار من 40 الى 70 موقف اذا وين الخصوصيه اللي اعطيها مجلس اداره هذه ما سمعنا في هذا الموضوع ابدا أنا ابدا أبري ابدا أبري المراقب من هذا هذا الجانب وتحمل صراحه وأبري اداره نادي صحار ابري احمل الرابطه في هذا الجانب والمسابقات زي المراقب ترى الرابطه هي مطرش لا بس انا اليوم في ماده صريحه اليوم طالما في 10 اشخاص انت ما تجبرني بموقف تنسيق مع الامن يقول لك لا مش تنسيق الامن قدر يمنع الماي ما قدر يمنع المفرقعات هذه بعد مصيبه ايوه يعني الصراحه خلونا نتكلم بوضوح طالما ان احنا تحملنا المسؤوليه ونكون قدام الناس يا اخي ما نريد نستغفر الناس ولا نريد الناس يقول احنا طبعا نتكلم على الاعلام اذا ما كان اذا ما كان الاعلام يقول الكلمه اللي هي في النصاب وتكون في المكان الصحيح ولا ما في فائده ان نقعد نتكلم قلت اللي في بالك انت انا قلت في اللي بالي في بالي كثير بخالد صراحه لانه وايد من الملاحظات الكل عليهم ملاحظات زين طيب اتمنى ان الاخوه يعني يتسعوا شوي هو يبقى جزئيه هو يبقى جزئيه بس 10 ثواني ابو خالد احنا ابو خالد احنا لما نتكلم ونشيد في شيء ما نشيد من للافضل ولما ننتقد شيء معين ننتقد نريد الافضل طبعا مثل ما تكلمنا عن جماهير صحار امس نتكلم اليوم عن جماهير ظفار ونقول السيناريو تكرر بدون اي رده فعل احنا ما العقوبه جايه العقوبه جايه احنا ما يعني ما هدفنا شيء ابو خالد احنا ما نستفيد شيء هدفنا ان هذا امر سلبي يجب ان يختفي من دورينا بس شكرا لهلال المخيني صالح البارحي سيف الجابري هيثم خليل شكرا لكل المشاهدين نلتقي ان شاء الله يوم الاربعاء ليله انطلاق الجوله الثالثه من حتى اللجنه الاولمبيه عليها كثير من الجوانب لا اللجنه الاولمبيه زين شكرا ابو حمد من الجوانب كثير من الدول الموقفه اليوم ولا ميداليه للسلطنه زين حمد على العالم اهم شيء على موضوعنا تحطيم رقم اهم شيء على ايش يعني من الارقام رفع العالم دول